طيب، السلام عليكم. السلام عليكم يا شباب. طب افتكر كده انه العدد هيكون مناسب. عايزة اتأكد بس معاكم انكم شايفين السكرين. يا ريت بس تأكدوا لي في الشات انكم شايفين. ايوه زهرة، زاكر. طيب، أهلا بكم كلكم في لينك بروجرام. يعني إن شاء الله يعني البروجرام ده حيكون يعني مفيد جدا بالنسبة لكم، حيكون بداية ممتازة بالنسبة لكم. طيب، نحن هنبدأ نعرف بصورة بسيطة عن البرنامج. طيب، معلش معلش معلش، نعمة انت مشيرة من عندك؟ لا مشيرة فاطمة؟ ايوه انا المشيرة السكين. اوكي بس اوكي اعمل فول سكرين. اوكي طيب معلش، طب ممكن بس تعمل ستوب عشان انا حواصل شيرين. اوكي تمام. طيب، الليلة اليوم الافتتاح اللي احنا هنبدأ نتكلم، هديكم لمحة بسيطة عن البرنامج هو شنو. هنديكم بعد ذاك تيبس بسيطة عن انه كيف نحن ندخل سوق العمل. يعني الهدف الأساسي من البرنامج انه نملى الفجوة اللي هي بين المهارات والحاجات اللي بيطلع بها الزول من الجامعة والمتطلبات اللي محتاج ليها سوق العمل. بس برضو عشان نحن نصل سوق العمل، في ستيبس المفروض نعملها، في كيف نحن نعمل الجوب هانتين او كيف نفتش على جوب ونلقى جوب والتفاصيل دي. باقي الورش هتكلم لكم عن كل المجالات اللي هي عندها علاقة بالمجال بتاع البيزنس او الاقتصاد. وكل مجال بعد ذاك نجيب خبير فيه وبيديكم تفاصيل عن أكتر. فخلينا نمشي مع بعض. إنه البروجرام ده، إحنا في الأول هنتكلم عن الأوبجيكتيفز بتاعته كانت شنو، شكل البروجرام اللي اتعمل له ديزاين كيف وتجهز كيف، والريسيرش اللي اتعمل في الأول قبل ما نصمم البرنامج. إحنا عملنا بحث. بعد ذاك هنتكلم زي ما قلنا عن التفاصيل بتاعت إنه كيف نلقى وظيفة والجوب ديفلوبمنت وكده. طيب، بالنسبة للتيم اللي هو قام بالبرنامج، في دكتورة نعمة فاتح، هي البروجكت مانجر من سودانيز ريسيرش فاونديشن. في دكتورة سارة صديق، هي كانت في التيم بتاع الريسيرش اللي هي التيم ليدر بتاعت التيم بتاع الريسيرش اللي هو اتبنى عليه أساسه البرنامج. بعد ذاك في باقي الشباب في كلهم في الكوردينيشن، وفي التيم بتاع السوشيال ميديا في الكوردينيشن، حسام جاك، دعاء محمود، رؤى ياسر، فاطمة الحسن، سارة عبد الله، علي عثمان، وخالد حسب الله، وأيمن حمزة. في التيم بتاع السوشيال ميديا اللي هم ماسكين الصفحة بتاعة البرنامج، في زهرة محمد وفي دعاء عبد الله. طيب، نحن ليه، أو الفكرة بتاعت البرنامج جات من وين؟ ليه البرنامج؟ نحن عينا للسكيلز اللي هي متوفرة يعني بيوفرها لنا السبلاي اللي هو جاي من الخريجين أو الخريجين، السكيلز اللي عندهم هي شنو والاحتياجات بتاعت سوق العمل. كان واضح انه هو دايما في جاب في النص بين السكيلز اللي قاعدة عند الخريجين واحتياجات سوق العمل. فكان الفكرة في انه كيف نملأ الجاب ده، ونعرف اصلا هي شنو هو الجاب اصلا في السكيلز بالضبط، وكيف نحن ممكن نملأه. وهي مش نملأه بالمعنى يعني الكبير، لانه هو دي مساهمة بسيطة يعني.
خلينا نقول البروجرام ده بيدي الناس تولز، او يعني بيديهم التولز عشان هم يعرفوا كيف هم يواكبوا سوق العمل. يعني دي محاولة بسيطة لأنه نحن يعني ند الحاجة دي. طيب زي ما قلنا إنه هي البروجرام الهدف الأساسي بتاعه إنه يساعد الخريجين بتاع الاقتصاد وإدارة الأعمال في إنه يكتسبوا المهارات، أو حتى ياخدوا التولز اللي هي يكتسبوا بها المهارات، السوفت سكيلز والهارد سكيلز المطلوبة في سوق العمل. طيب اتعمل needs assessment، اتعمل research زي ما قلنا قبل، كان في تيم بتاع research، عمل research واتوزعت استبيانات على الـ على على فريق، على المدراء في الشركات وعلى الخريجين، على أساس إنه الخريجين يقيموا نفسهم في سكيلز معينة، وبعد ذاك يعني يقيموا ويشوفوا هم ناقصهم شنو، وهم عندهم شنو كويسين شنو في هذه السكيلز. بنظرة تانية المدرب أو المدراء في الشركات كانوا بيقيموا لنا إنه والله يا أخي الخريجين بيجوا ناقصهم يعتنوا من السكيلز، وهم محتاجين يزيدوا فيها السكيلز وهم كويسين فيها السكيلز. فهي دي كانت الفكرة. فكان باختصار الحاجات اللي لقيناها التوب يعني سكيلز اللي لقيناها واتفقوا عليها إنه هو اللي هي learning computer skills وال analysis tools وال problem solving أو ال problem diagnosis. هم ديل كانوا هم السكيلز المهمة اللي تلاقيهم. بعد ذاك عملنا يعني زي مقارنة بين السكيلز اللي هي مهمة عند الخريجين وعند المدراء، ولقينا إنه في جاب أو في اختلاف في السكيلز دي. فهم المدراء والمدراء جايب الأهم إنه بيشوف إنه الخريجين في سكيلز كتيرة هي عندهم ما بالصورة الكافية ومحتاجة يعني تتنمى أكثر. نحن نحاول نمشي سريع في موضوع الأسسمنت ده. بعد ذاك جينا عملنا أسسمنت لأنه الجوب ماركت الأولويات بتاعته شنو، ولقينا إنه الأولويات بتأكد أكثر على التكنيكال سكيلز أو سكيلز والبيرسونال سكيلز، وبعد ذاك إنه كيف إنه المانجرز بعين السكيلز بتاعت الخريجين، ولقينا إنه في جاب زي ما قلنا. وبناء على الجاب ده نحن قررنا إنه نعمل يعني صممنا البرنامج، والبرنامج بعد ذاك اتخذت إنه المجالات شنو في المهارات الأساسية، وبعد ذاك في السوفت سكيلز دي حتجوا تاخدوها. طيب البروجرام ديتيلز هو مدة حيكون أسبوعين، من يوم 22 لحد يوم 5، من 22 جون لحد 5 جولاي، كله عن طريق الزوم. حاليا عدد في البرنامج 164، وكل سيشن حتكون مدتها 3 ساعات، يعني ده الزمن المحدود. بعد ذاك كل مدرب وهو بيرى إنه السيشن أحسن تكون يعني قدر شنو يعني، على حسب الماتيريال اللي هو شايف حيدي للناس. الزمن طبعا هو الساعة 7 بتوقيت السودان. ليه الساعة 7؟ لأنه هو ده الزمن اللي لقيناه مناسب أكتر مع الناس، لأنه أنا شايفة في الجروب في كلام عن موضوع الزمن، بس الناس ما قاعدة في السودان بس، يعني في ناس في السودان ومصر السعودية الإمارات حتى دول تانية، دول أفريقية تانية يعني. فده أكتر زمن كان بيكون مناسب، لأنه في ناس بالنسبة لهم الساعة 7 دي يعني، أنا يعني في ناس بالنسبة لهم يمكن يكون الساعة 9 بالليل أو 10 بالليل، يعني ممكن 7 في السودان. فحاولنا نكون بس نلقى زمن موزون شوية، وبرضه كمان زمن المدربين ما ننسى لأنه هم ناس شغالين وكده، فنحاول يعني حاولنا نلقى زمن مناسب. وطبعا المحاضرات مسجلة، فيعني أكيد أنتوا هتقدروا تحضروها يعني later، لكن طبعا موضوع الحضور مهم عشان الشهادات يعني. طيب دي guidelines عامة. أول حاجة يعني السيشنز، الزول يحاول يدخل السيشن قبل 5 ساعات،
سوري 5 دقائق. بالنسبة لو عندكم أي أسئلة للمدرب أو يعني أو حتى تعليق على حاجة أو طلب، فأنتوا ممكن تكتب في الشات بوكس. نحنا ما حنقدر نفتح المايك للناس لأنه صراحة يعني لضيق الزمن، وعلى أساس إنه نحافظ على النظام وعلى إنه السيشن يعني تاخد زمن المحدود لها. لكن الأسئلة بتاعتكم حيكون التيم قاعد وحياخدها، وبعدك في نهاية أي سيشن بيكون في ديسكشن وبتتعرض على المدرب، بعدك هو بيبدأ يعني يرد عليها. موضوع الشهادة إنه لازم الزول يكون حضر 80% من البروجرام. الحضور بيتأخد أوتوماتيك من الزوم نفسه، فمهم جدا إنه لما تدخلوا تكتبوا اسمكم يعني في الـ وأنتوا داخلين على يعني في البروفايل بتاعك، أنت وأنت داخل عشان اسمك يظهر كامل. بعد ذاك برضو حاجة مهمة إنه المايك والميكروفون ما حيتفتحوا زي ما قلنا، عشان نضمن بس إنه التنظيم والسلاسة بتاعت الحاجة. طيب البروجرام ده هدفه إنه أصلا يعني ليكم عشان يفيدكم، فحاولوا يعني أسأل المدربين كل الأسئلة اللي بتجي في بالكم، لأنه يعني إحنا حاولنا نجيب أكتر يعني نجيب ناس عندهم خبرة في المجال بجد اشتغلوا فيه سنين طويلة وعندهم فيه معرفة كافية، فحاولوا يعني شنو زي ما بقول استفيدوا منهم أكبر قدر من الاستفادة يعني. طيب البرنامج شكله كيف؟ في الأول إحنا هنتناول المهارات التقنية والمعرفية اللي هي الحاجات الأساسية، الاقتصاد الكلي، بنوك التمويل، المحاسبة، إدارة المشاريع، إدارة سلاسل الإمداد، التسويق والمبيعات، إدارة علاقة العملاء، إدارة الموارد البشرية. بعد ذاك هنمشي للمهارات الحاسوب أو التكنيكال سكيلز بتاعة الحاسوب، مهارات الحاسوب وأدوات الذكاء الاصطناعي وكيف نستعمله، وبعد ذاك المهارات البحثية أو منهجية البحث وكيف نستعمل، بعد ذلك تحليل البيانات الاقتصادية والإدارية وكتابة التقارير، في سيشن عن العمل في المنظمات الدولية، وبعد ذلك السوفت سكيلز والمهارات اللي أنت بتحتاج ليها شنو عموما في بيئة العمل يعني. طيب دي سيرة ذاتية حتكون هي اوريدي اتشيرت ليكم في الجروب بتاعت كل المدربين، كنت أمر عليها. طيب بعدك احنا ده الجزء الثاني اللي هو هنبدأ نتكلم عنه كيف تجهز للشغل. طيب هنشوف بس أستاذة فاطمة إذا موجودة. فاطمة أيوة تمام. طيب أستاذة فاطمة هتبدأ معكم في الجزء بتاع ال CV writing وال cover letters وكده. السلام عليكم يا شباب، مساء الخير. أنا أستاذة فاطمة الحسن، one of the coordinator coordination team في SRF في Link Project بالضبط. حكون معاكم through walking you through أو أخذكم خلال إنه كيف تبدأ تفتش عن عمل، كيف تكتب السي في بتاعتك، كيف تعرف عن نفسك، كيف تكتب الكفر ليتر، وبعد ذاك حنشوف في لسه عندك اللي هي ال initial skills. إذا في أي سؤال في أي وقت ممكن تكتبوه في الشات بوكس. الأسئلة دي الكو هوست أو الكو كوردينيتر في السيشن دي هيجمعها وحنجاوب عليها في آخر السيشن. تمام. طيب أول حاجة نبدأ بإنه we know الميكانيزم بتاعت الجوب ماركت أو الطريقة بتاعت الجوب ماركت، إنك أنت لازم يكون عندك سي في بتاعتك اللي هي دي شهادة ميلادك في عالم العمل. لازم يكون عندك السي في. أنت عارف كيف إحسان، can I get an access to the دقيقة تمام you could okay share okay I will share from myself.
حنشوف أول حاجة إنك أنت تفتش وين general tips لسوق العمل، بعد ذاك إنك أنت تفتش وين بالضبط. luckily بالنسبة لكم جين زي إنه الحاجات كلها دلوقتي بقت متاحة أونلاين. كيف تكتب سي في؟ زي ما قلت، السي في بتاعتك هي الشهادة بتاعت الميلاد بتاعتك لسوق العمل، الحاجة اللي أنت هتخش بها لسوق العمل. بعد ذاك عن إنه كيف تكتب cover letter، introduction لك حاجة to ال CV as we know إنها هي a specific format. ال cover letter دي هي المساحة اللي بتتيح لك إنك أنت تتكلم عن نفسك بزيادة. ال interview skills دي اللي هي الخطوة الثانية. be luckily we hope you إنك أنت بعد ما تقدم ال CV بتاعتك وال cover letter بتاعك إنك أنت you can reach spot. بعد ذلك thank you note email، ده عنده تو فورمز استاذ احسان بعد اللي حتكلم لكم عنها. وبعد ذاك اهم حاجه اللي هي النولج اوف الليبر لو ان ذا سبيسيفيك كونتري اللي انت بتقدم له. زي ما عارفين احنا كلنا مع الوضع الحاصل في البلد ده، ربنا يصلح الحال، انه كلنا دلوقتي احنا وي ار تارجتنج ديفرنت ماركتس، ديفرنت جوب ماركتس في بلدان مختلفه. فكل جوب ماركت في بلد عنده سبيسيفيك لو، عنده سبيسيفيك ميكانيزم، عنده حاجات زي دي انك انت يو شود بي اوير اوف. اوكي، الجنرال تيبس اللي هي النوليدج اوف الجوب ماركت، الاسينشال ريكويرمنتس ماشي، السبيسيفيك كونتري يو شود نو، يعني معلومه عامه كده. احنا مثلا وي نو انك انت في ار تارجت ان الجوب ماركت في افريقيا، انت محتاج تكون انك انت بتعرف عربي، انجليزي، فرنسي او سواحيلي. اذا بتتكلم عن الخليج انك انت المفروض تكون بتعرف اتليست عربي وانجليزي. بتتكلم عن يوروب المفروض تعرف عربي انجليزي، بعد ذاك يا اما معاه جيرماني يا اما معاه فرنش. بتتكلم عن امريكا، اوكي امريكا از ليتل بيت ايزي، بتتكلم عنك انت محتاج انجلش. if we're speaking about the Latin America محتاج Spanish as an additional language. اوكي، بس as we know العالم كله دلوقتي حاليا بقى معتمد على لغتين اللي هما العربي والانجليزي. تمام، you have to update your resume and online profile. make sure they are accurate، إنه هم دقيقات بيعكسوا أي مهارة أو أي خبرة أنت عديتها. الحاجة دي يا جماعة ضرورية حاليا في الوقت الحالي. لازم يكون عندك أونلاين بريزنس، لازم يكون عندك بروفايل في لينكدين، لازم يكون عندك بروفايل في الـ different platforms بتاعت العمل، أشهر واحدة فيها اللي هي لينكدين. بعد ذاك النتورك، نتورك 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 اند نتورك اند نتورك، 5 مرات، 5 نتورك يا جماعة. لازم يكون عندك، تكون عندك علاقات، علاقاتك لازم تكون ممتدة ومستمرة بأي زول أنت اشتغلت معاه، وأي مشرف كان لك في بحثك في الجامعة، أي زول أنت بتعرفه ممكن يفيدك بروفيشنالي، تحافظ على العلاقة دي تكون في شكل بروفيشنال وتكون يعني مستمرة. دايما اتند نتوركينج ايفنتس اللي هي اذا في جوب فير في البلد اللي انت فيها، اذا في اي كايند اوف ايفنتس انت كنت عارف انك ممكن تلاقي فيها زول ممكن يفيدك بروفيشنالي. ريسيرش الكومبانيز اند اندستري، اي اندستري انت عايز تتارجت لازم تعمل عنها ريسيرش، تعرف السبيسيفيك ريكويرمنتس بتاعت الاندستري ذاتها. زي احنا بنتكلم عن ال per se give me مثال لاندستري، يعني مثلا انت you are targeting، if you are targeting the marketing agencies لازم تكونوا عارفين الكونتنت بتاعت الماركتنج، الشغل بتاع الماركتنج شنو اللي هي من السوشيال ميديا ماركتنج للكولد كولينج والحاجات دي، انك انت لازم تكون عارف الاندستري دي بتحتاج مهارات شنو. الشركات عموما لازم تعرف الشركه طريقه عمل كيف. prepare for interviews، practice your answers to common interview questions. الحاجه دي متاحه everywhere، اي حته سيرش في جوجل هاو تو بريبير فور ان انترفيو، هيقول لك انه في 5 اسئله اساسيه تجي منها اتليست 3 في كل انترفيو. هاو تو انتروديوس يور سيلف، يور ويكنس اند سترينث، جيف مي سبيسيفيك اكزامبل اوف ا تايم وين يو يوز يوتيلايز ذيس سكيل، اللي هي انك انت تتكلم عن نفسك، مهاراتك، النقاط بتاعت القوه، النقاط بتاعت الضعف، انك انت في موقف معين اتصرفت كيف. بعد ذاك الفولو اب افتر انترفيو اللي هو انك انت تتابع، ترسل يا اما ثانك يو ايميل بعد الانترفيو، ترسل مسج او اني كايند اوف، مرات مثلا بعد ما يتم 4 اسابيع بعد الانترفيو بيقول لك انك انت بترسل فولو اب، انك انت يو ار اسكينج وات هابند وذ ذا جوب، انه الريزلت اوف الانترفيو بتاعتك. الحاجه دي يا جماعه صعبه، تشالنجينج، واحنا كلنا كنا في محلكم والحمد لله، يعني انك انت كل مره يو هاف تو ابديت، وما اكذب عليكم يعني احنا الطريقه بتاعت البحث عن شغل من سنه لسنه كانت بالنسبه لنا بتتغير، واحنا ذاتنا واحنا بنغير من بوزيشن لبوزيشن طريقتنا بتاعت البحث عن عمل كانت بتتغير، وكانت كل مره بتكون تشالنجينج وستريسفول، لانك انت بس لازم يعني شنو تكون قوي، ربنا يقويكم. اوكي.
نبدأ بالسي في رايتنج. كيف تكتب سي في؟ you have to keep it concise. your CV should be no more than one or two pages. let's be يعني خلوني أكون صريحة معاكم. سي في أكثر من صفحة صفحتين، أنا باسمي مع عائلة شوفت 3 CV، 3 صفحات أو 4 صفحات بتعب بزهق. حقول الزول ده كلام كتير. أوكي، فتكون قصيرة، صفحة لصفحتين، ممتازة جدا جدا. في سي فيهات كثيرة كبيرة، ممكن في سي فيهات بتصل لل 20 صفحة، بس لأن احنا مثلا بنتكلم عن زول خبرته 20 سنة، اشتغل مالتيبل بروجيكتس واشتغل حاجات متداخلة في بعض، حاجات زي دي. بس شنو، إن أنا بالنسبة لي the most relevant السي في أو الريزمي بتاعتك تكون short, concise, specific to the job you're applying for. أوكي. اللي هو as I mentioned the relevant information. highlight your achievements. any kind of awards أخذتها في الجامعة، أو إذا أنتوا اشتغلتوا لكم سنة أو سنة وشوية، أي any kind of awards، any kind of scholarship أنت أخذتها، حتى لو مثلا دخلت الجامعة بالscholarship أو أخذت scholarship إنك أنت تمشي تكمل قرايتك برا، خدت هذه حاجات كله حلوة. أو any other accomplishments، إنك أنت في الجامعة مثلا كنت رئيس في جمعية في الجامعة، كنت coordinator لحاجة في الجامعة، كنت اسيستنت، كنت شغال في مكتبة الجامعة، أي حاجة اكسترا كريكولم ممكن أنت تحطها، أو أي achievement بالنسبة لك، إنك أنت مثلا you received the honors، اتخرجت ب honors، دي حاجة ممتازة جدا جدا تكتبها. A student، يعني مثلا لو بتتكلم عن الماركتينج، ممكن تكتب إنك أنت في الثلاثة أو الأربع سنين بتاعت الجامعة إنك أنت كنت بتجيب A في الماركتينج، ممكن كنت بتقول إنك أنت ممكن كنت بتجيب A في الـ في الـ في الريسيرش او في الاوبريشن ريسيرش، الحاجات دي كلها، يعني اي حاجه انت عندك فيها هاي اتشيفمنتس براغ اباوت ات، اتكلم عنها. اوكي، تيلر ات تو ذا جوب، خيط خياطه على مقاس الوظيفه اللي انت عايز تقدم لها. يعني اي حاجه ريليفنت، اني كايند اوف كي ووردز، تفتش عن الكي ووردز في الجوب ديسكريبشن المخطوط قدامك وتكتب بناء عليها، تخط الـ accomplishments أو الـ achievements حقتك الشبهة، تخط أي حاجة you know about it. use a professional format. use clear and professional format for your CV. بعد ذاك لازم إنك أنت تستخدم الـ chronological order، اللي هو إنك أنت تبدأ من الـ achievements بتاعتك أو الـ experience بتاعتك الـ most recent أو آخر experience لك وترجع لورا. أوكي، دايما الـ CV بتشتغل كده، إنك أنت تبدأ تكتب آخر حاجة وبعد ذاك ترجع لورا. include information contact information، لازم تكتب الايميل بتاعك، اسمك، الادرس، الايميل، رقم التلفون، اي حاجه هم ممكن يتواصلوا معك بيها، لازم تتاكد انه ايميلك شغال ورقم تلفونك شغال. use some kind of a professional email، يعني الايميلات بتاعتنا زمانك اللي بتكون like nickname or specific move name، دايرين يعني شنو ايميل بروفيشنال، your name your last name or like include the initials بتاعتك او حاجه بالشكل ده. proofread carefully، proofread your CV، proofread 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 يا جماعه، لانه دايما احنا كلنا حتى احنا الناس اللي قبليكم في الشغله دي بنغلط او الغلطات دي، ف you proofread and you ask someone else to proofread for you، لازم زول يراجع السي في بتاعتك وراك للغلطات املائيه او اي حاجه زي دي، حاجات الزول لما يكون شغال في الحاجه زي ما بيقولوا شنو احنا عندنا الحاجه اللي بيقولوا على الكونفرميشن بايز، بتكون شايف حاجتك دي اوكي كويسه ماشيه مع الكلام اللي انت في راسك، ما بتقدر تشوف غلطاتك. اوكي، as we talked how to write a CV او ال first component بتاع السي في بتاعك بيكون ال personal information، your name اللي هو ال first name ال last name، ال address بتاعك، دي you don't have to write like a full address specific address، المدينة والبلد that's quite enough، لأنه mostly ال contact يعني ما في physical mail زي زمان، mostly ال contact بيكون via email via telephone. تحط التلفون، لازم يكون رقم تلفون شغال، reachable all the time. تحط الايميل ادرس بتاعك as I mentioned professional email address، او يكون عندك له access وشغال، ما تحط لك رقم، ما تحط لك ايميل انك انت ما عندك له اكسس او نسيت الباسورد بتاعته، لا لازم يكون الايميل الشغال عندك في تلفونك. and we know now يعني دايما تلفوناتنا لازم يكون فيه مربوطه بايميل والايميل الشغال. بعد ذاك نمشي للريليفنت اكسبيرينس اللي هي بتتخطى ان كرونولوجيكال اوردر، انك انت the most recent job you have done or the most recent study you've been through او the most recent achievements or accomplishments you have.
skills and abilities right after the experience. I don't know. وفي دلوقتي حاليا في ناس بيقول لك انك انت تحط skills and abilities قبل ال experience او بعدها. هما دي حاجة زي ما بيقولوا interchangeable، يعني ممكن تحطهم اول وممكن تحطهم بعد. بعد ذاك ال summary of qualifications، لو عندك اي شهادات مهنية برسي ال ACCA ال BMB ال CIM والحاجات دي. بعد ذاك ال education بتاعك، انك انت خريج من جامعة او من كلية. اوكي، دي general tip احنا we use من ال experience بتاعتنا، انك انت you create a master list for a CV. طبعا يا جماعة هو النون انه السي في بتاعتك هي بتكون الماستر ليست، بعدك انت بتعمل منها حاجة اسمها الريزمي. الريزمي دي مور كونسايز. الماستر ليست دي انت بتخد فيها كل الحاجات اللي انت عملتها، دي بتكون حاجة فور يور اون بيرسونال يوز. بتخد فيها كل الحاجات اللي انت عملتها، كل الاكسبيرينسز اللي انت اشتغلتها، whether if it's a paid experience or a voluntary experience. كل ال education that you have been through، كل ال qualifications اللي عندك، كل ال skills حقتك، و كل ال اللي هي شهادات حقتك اللي انت عملتها زي mentioned، بتحطهم والاكسترا كريكولر اكتيفيتيز حقتك، بتحطهم كلهم سوا، وبعد ذاك بتيجي تشيل منهم على حسب الجوب اللي انت مقدم لها. انتوا لسه generalist as we say، يعني او حتى لو مثلا خريجين مثلا متخصصين ماركتينج او متخصصين بروجكت مانجمنت او متخصصين اكاونتينج او كده، انت في الاول بالنسبه لك سوق العمل مفتوح، انت ممكن you can get into any kind of profession، يعني ممكن تقدم في اي حاجه. بعد ذاك انت بتشيل من السي في بتاعتك وبتخيط. make sure your CV is ATS friendly، اللي هو الـ applicant tracking system. بالتاكيد سمعتوا عنه او لا؟ ردوا عليه في الشات، في زول سمع عن الـ ATS أو ما سمعتوا عنه. Are you familiar with؟ أوكي، I see في سمعنا وفي ما سمعنا. أوكي، الـ ATS ده اللي هو الـ Applicant Tracking System، اللي هو ده بيعمل tracking للـ CVs. طبعا زي ما عارفين التقديم كله أونلاين للوظائف، فالـ Applicant Tracking System اللي هو application بيعمل شنو؟ بيعمل tracking لـ specific keywords في الـ CV اللي انت مقدم بيها للجوب المعين، بيعمل لها تراكن وبيعمل لها ماتشنج مع الجوب الادفرتايزد، عشان يشوف هل انت لو بتعدي من الابليكانت تراكنج سيستم مثلا بير سي ب 70%، بيوديك بعد ذاك عشان يقوم انت كده بتكون لونج ليستد. بعد اللونج ليستنج بيكون يا اما انت يو جو ثرو انذر اي تي اس، اور يو بعد ذاك انك انت تمشي السي في بتاعتك تتراجع مانيول عشان يشوفوا هل انت ريليفنت للوظيفه او لا. وفي زي ما بيقولوا different scoring، يعني في ناس بيقول لك انه الـ ATS ده انت بتعدي منه ب 70%، انت بتعدي بتبقى long listed. في ناس بيقول لك لا، انت لازم تاخد 90% عشان تبقى long listed. في ATS الوظائف مثلا اللي بصعب انه يقول لها ناس ممكن يحطوا السكورينج بتاع انه 50% وبعد ذاك يعمل لك long listing. use chronological order again. use consistent timing format، انك يعني انت لما تيجي تكتب الـ experience بتاعتك او تكتب الـ education of qualifications بتاعتك، دي من الحاجات الـ ATS بيعمل لها tracking، انك انت لازم التايمنج بتاعك يكون يعني consistent. يعني مثلا بديت انك انت كتبت انا اشتغلت في الوظيفة الفلانية في الشركة الفلانية من شهر يناير 2023 لشهر ديسمبر 2023. اوكي، تجي في الوظيفة اللي بعديها تقوم تكتب تقول لا، انا اشتغلت في الوظيفة دي من يوم 1/1/2024 لحد يوم 1/1 او يوم 1/3/2024. لا، بعد كده الـ ATS ما هو في النهاية application، he is not a person. ممكن شوية يحس انه الحاجات دي لا ما ماشية مع بعض. انت طب في اللي هو ليه ما كتبت له بالديت وال بالداي month and year. اوكي، use strong action verbs زي ما mentioned. keep it consistent، انك انت كلهم يكونوا بالmonth، preferably a month and year، وما تقعد تخطني. يعني مثلا per se، يعني في وظائف مثلا انا بكون خلصت من وظيفتي، خلصت النوتس بتاعتي يوم 15/1 وبديت الوظيفة بعدها طوال يوم 16/1. اوكي، في الحالة دي مثلا انك انت تخلي الوظيفة بتاعتك انتهت يوم 30/12، تكتب ديسمبر 2023، وظيفتك اللي بعدها طوال تخلي تاخدها انك انت بديت في جانوري 2024. ده كده بالنسبة لل ATS بتكون بتتقري اسهل وبتاخد فيها سكورينج اعلى.
use strong action verbs in the past tense. معلش يا فاطمة، بس الجزئية بتاعت ال ATS دي ممكن تعيديها تاني؟ لأنه في ناس في تشات بوكس بيقولوا إنه هم ما فهموا المقصود بين مسألة التراكين دي مثلا، كيف اعملوا السي في بتاعتهم ATS friendly. اوكي طيب طب انتوا فهمتوا الفكره بتاعت انه الابلكيشن الاي تي اس ذاته هو شنو؟ طيب الاي تي اس كابلكيشن اول حاجه ما بيقرا السي في الا تكون زي ما بيقولوا شنو، ما تحط السي في مثلا في شكل بتاع جدول، تحط السي في شكل بتاع انه حاجات فوق بعض. سؤال، تحط السي في في حاجات فوق بعض، إنه مثلا بتحط فوق النيم والادرس والكونتاكت انفورميشن اللي هي الايميل وال I'm gonna be sharing a specific example يعني بالنسبة للسي في. بعدك تحط الاكسبيرينس في كرونولوجيكال اوردر، انك انت تحط انك انت من اول اكسبيرينس، من اول حاجة انت اشتغلتها في شهر كم سنة كم، وتمشي للي بعديها بتحط فيها، بتحط انك انت اشتغلت من شهر كده لشهر كده في الوظيفة بالمسمى الفلاني في الشركة الفلانية في البلد الفلاني. تحتها بتحط الاكومبلشمنتس بتاعتك او الاتشيفمنتس بتاعتك في السي في دي، في الوظيفه دي سبيسيفيك اكسبيرينس دي. بعد ذاك بتحطها as I mentioned in using strong action verbs I'm gonna come to this. بتحط الاكسبيرينس اللي قبلها اشتغلت وين، حتى لو مثلا كانت الاكسبيرينس اللي قبلها اشتغلت فيها في الجامعه او كده. بعد ذاك بتنزل تحتها بتحط الاديوكيشن بتاعك the most recent education بالتاريخ والسنة، بالتاريخ بتاع الشهر والسنة، وتنزل لتحت. الـ ATS بيحبذ إنه مثلا السي في تكون كلها لون واحد، بيفضل الأسود، الحاجات تكون أبسط ما يكون عشان تقدر أنت to feed it into that application أو to that system. تكون أسود. لو عايز تعمل هايلايت لحاجة أو توضح حاجة، مثلا عايز توضح المسمى الوظيفي تحطه في bold colors، ما تحطه ألوان، ما تستخدم ألوان. عنده خطوط معينة بيحبذها اللي هو open sans الاريال، الخطوط بتاعت الوورد لو متذكرينها. بيفضل في اغلب الابليكيشنز بتفضل انه السي في تكون في وورد. اوكي بس في ابليكيشنز دلوقتي اتطورت وبقت تقدر تقرا البي دي اف. تمام. تاني اللي هو بتحط الاكسبيرينس بتاعتك، بتحط جواها الاتشيفمنتس او الديوتيز بتاعتك in bullet points. حتى مثلا في الإديوكيشن لما تنزل للإديوكيشن بتكتب إنك إنت الشهادة بتاعتك هي شنو، منيات جامعة، تاريخ التخرج بتاعك ومنيات جامعة. بعد ذاك بتقوم بتخد شنو التخصص بتاعك in a bullet point. طيب use strong action verbs as I mentioned. لما تمشي الإكسبيرينس بتاعتك في الحتة بتاعت ال achievements أو ال duties بتحط strong action verbs in the past tense. ولازم يا جماعة برضو في الحتة دي ال use بتاع ال language بتاعك يكون consistent، انك انت اذا الوظيفة ال past tense هو ده طبعا احسن حاجة انك انت تحط فيها، انك انت you accomplished كذا كذا، انك انت you accomplished انك انت to increase sales by 20% في الفترة بتاعتك، او انك انت you achieved high scoring in the internal auditing بالنسبة للحتة اللي انت كنت فيها، you led a specific project, you scored above average مثلا في ال education بتاعك، انك انت you managed a team of what, you utilized the specific application عشان الشركة اللي انت كنت شغال فيها، او you utilized a specific application مثلا للمكتبة اللي انت شغال فيها. تكون في ال past tense. ولازم يا جماعة الشكل بتاع ال experience بتاعك او ال bullet points دي يكون برضو واحد، برضو متناسق، كلهم يكونوا مكتوبين past tense. ما ممكن مثلا تكتب لي انك انت you accomplished this وفي الثانية تقول لي achieving. لا، ال ATS شوية يعني ما حقدر اقول عليه غبي، بس بيصدق في حتات زي دي. As I mentioned before, use only black color و do not use icons, logos, pictures or special letters. دي مشكلة مثلا أنا هحكيها from my experience. أنا كانت عندي مشكلة في الحتة دي، أنا عندي experience معينة من هيئة ألمانية، فدي بتكون يعني أنا قاعدة 3 سنة ونص وهي الاسم بتاعي بتكتب بالألماني بـ special letters اللي هي مثلا بتكون A الـ E فوق شرطة فوق كده، الحروف الألمانية غير الحروف الإنجليزية، فكانت دلوقتي it's not going through.
فدخلت الموقع عشان اشوف انه الاسم بتاع الهيئه بالانجليزي بيتكتب شنو. بعد ما حولت الاسم بتاع الهيئه حتى السي في بتاعتي بقت going through الاي تي اس، لانه الاي تي اس طوال كان بيستكف في الحته دي. برضو كان عندي مشكله انه انا used to use السي في، انا منزلاها من لينكدين، طلبت من لينكدين انه هو يعمل لي السي في بتاعتي. لينكدين منزل في السي في كل الاكسبيرينسز بتاعتي باللوجو بتاع الشركه اللي انا كنت شغاله فيها، فالحاجه دي برضو كانت بتعمل استقاقه شويه للاي تي اس. طيب هنا ده الريزومي اوبتمايزيشن جايد as we mentioned في it's preferred. هنا انا هنا خدت لكم ده ومعاه لينك we can share it later. دي سامبل من دكتورة سارة صديق، انا خدت هايبر لينك للبوست بتاعه عشان ترجعوا له برضو. انك انت بتحط السي في، اول حاجه بتحط الاسم والكونتاكت انفورميشن as we mentioned. summary، summary دي is some kind of an intro or a profile بالنسبة لك، إنك أنت per se a fresh graduate with an honors degree skilled in what، مثلا إنك أنت you have excellent research skills or you have excellent marketing skills كده. You highlight ال strongest skill بتاعتك أو you highlight your strongest qualifications في الحتة دي. You use برضو إحنا هنا في use the using of chat GPT للسي في writing. Are you familiar with chat GPT أو البوتس بتاع chat GPT available؟ أوكي. في كمية من البوتس اللي هي available في تليجرام. في كان بوت في تليجرام أنا بستخدمه اللي هو chat GPT بوت، بتكتب في تليجرام بس تشات جي بي تي بوت فري، فهو بيديك اوبشن بتاع مثلا 2 لـ3 مسجز في اليوم، ثلاث اي جس 3 مسجز في اليوم، انك انت بتكتب له مثلا هيلب مي تو رايت ذس سي في، بيقوم بيحط لك سبيسيفيك فورمات، هيلب مي تو رايت ذس كفر ليتر، بيقوم بيحط لك سبيسيفيك فورمات، وانت بعد ذاك بتصلح بناء على معرفتك او بناء على اللي انت بتشوفه انسب. اوكي الحتة دي واضحة؟ اوكي تمام. في هايبر لينك هنا للبوست بتاع دكتورة سارة للأوبتمايزيشن جايد فور ريزومي أوبتمايزيشن جايد باي دكتور سارة صديق اللي هي الريسيرش تيم ليدر بتاعتنا، هو اللينكدين بوست، انتم ممكن تخشوا عليه وتشوفوا لأن هي متعمقة في الموضوع أكتر وعندها ويبينار ممتاز جدا جدا في الحتة دي. برضو في تشات جي بي تي فور سي في رايتنج برضو في لينكدين بوست، ممكن تخشوا عليه وتسمعوا الويبينار حقها في الحتة دي. طيب في دي الامبورتنت لينكس اللي هي انا اخذتها من الويبينار حقها اللي هو ويبينار فري سي في تمبليت، ده برضو بتخش عليه وممكن يديك فورمات جاهز للسي في بتاعتك، اللي هو بيديك الفورماتس اللي بتكون شوية فريندلي مع الاي تي اس، ما بتكون فيها اني كايند اوف ايكونز لوجوز، ما بتكون مخطوطة في الشكل بتاع الجدار، بتكون مخطوطة في الشكل بتاع سطور تحت بعض. اوكي السترونج اكشن فيربس ليست دي برضو ده بتخش عليه وبيوريك انه الاكشن الاكشن فيربس الفاميليار او الموست يوزد حاليا انه الاي تي اس ممكن يقراه. ريزومي وورد ده برضو بيديك زي ما بيقولوا تمبلتس للسي في. تمام. سي في جوب ماتش اونلاين تشيكر دي بتدخل فيه السي في بتاعتك وبتدخل فيه الجوب الادفرتايزد وبتدخل السي في، بيقوم بيعمل لك ماتشنج وبيديك سكورنج. اوكي بوي اللي هو تشات جي بي تي اي سين ون اوف ذا بارتيسيبنت برضو ذكروه حاليا، ايوه موست اوف ذيم ار فري. اوكي تشات جي بي تي برومبت اللي هو ده برضه بيساعدك في انك انت تتحسن، او برومبت انجينيرنج فري ليرنينج ده بيساعدك في انك انت تتعلم البرومبت انجينيرنج، والاي اي تكست هيومنايزر دي برضه، دي كلها ممكن تفيدكم في الكتابه بتاعت السي في، تخشوا عليها بعد ذاك انك انت هاو يو درايف ثرو ذيم، كيف انك انت تمشي فيهم. نجي للحتة التانية as we mentioned before انك انت you have to have an online presence. دلوقتي mostly known هو LinkedIn profile، كتير من الشركات او المؤسسات او الهيئات اللي بيكون عندها يعني
حتى بتكون عندها اونلاين بلاتفورمز للتقديم، بتكون بتقول لك برضو عايزه الاونلاين بروفايل بتاعتك. انت بتكون عندك في لينكدين، في انديد، في امباكت بول، في كميه من المواقع انت بيكون عندك فيها بروفايل وانت المفروض تهتم بيها. يلا هنا في حركة حلوة ممكن انت تستخدمها، you create a LinkedIn profile بتاعتك and you use all the experience you have, education, courses, achievements, everything, literally everything professional عندك، حط في ال LinkedIn profile بتاعتك، و post post دايما احتفل بال accomplishments بتاعتك، كملت لك كورس في LinkedIn Learning طوالي post تحتفل بيه وكده، و hyperlink حط في الحتة بتاعت ال contact information، اعمل hyperlink لل LinkedIn profile بتاعتك في الكونتاكت انفورميشن بتاعتك عشان ينزل يشوف السي في بتاعتك طوال يقدر يدوس عليه ويخش اللينكدين بتاعك. برضو اللينكدين بيكون فيه واللوجوز والسامبلز اللي انت ما قادر تستخدمها في السي في، فبرضو دي حاجة برضو حلوة انك انت تعمل الهايبر لينك بيناتهم. يوتيلايز يور لينكدين تو نتورك، اعملوا اد للناس في اللينكدين، اتناقشوا في اني كايند اوف اوبن ديسكشن، any kind of AI generated articles حاول انك تضيف فيها، انك تتعلق فيها، تقرا فيها. في webinar ممتاز جدا جدا by آمنة بشير في how to use LinkedIn for personal branding، بتشرح فيه ال personal branding هو شنو، بتشرح فيه ال LinkedIn use for personal branding وال presence بتاع، she's one of the top voices في ال Arab world في LinkedIn. هي في يعني أكثر من 200 شخص مؤثرين في LinkedIn حاليا، فده برضه ويبينار ممتاز اقترح انه الناس يعني ترجع ليهم. برضه حاجة دي تيب بيرسونال تيب، انا بستخدم اللينكدين او زي ما قلت لكم كنت بستخدم سي في، انا منزلها من لينكدين دلوقتي. السي في دي او اللينكدين بروفايل بتاعتي هي الماستر ليست بتاعي، اي حاجة بدخلها في لينكدين بدخلها كسي في، يعني عنده كمية من بيقولوا عليها شنو الهيدنجز او السب سيكشنز، انا بحطها في لينكدين. بعدك لما نيجي عايز اقدم على وظيفه معينه بشيل منهم الاكسبيرينس الاديوكيشن والسكيلز والكواليفيكيشنز الماتشنج للوظيفه ديك وبجي بحطها. يعني برسي انا حضرب مثل بنفسي مثلا لانه يعني شنو ما حقدر انه انا الف مثل في اللحظه الحاليه، يعني مثلا انا ماي موست ريسنت اكسبيرينس انا شغاله بارتنرشيب سبيشالست، بس انا قبلها اشتغلت في الفاينانس، وقبليها قبل منها اشتغلت في الادمنستريشن، وبعد منهم اشتغلت في البروجكت مانجمنت. لما اجي عايزه اقدم على وظيفه في البارتنرشيبس، والبارتنرشيبس ميال اكتر على انها هي تكون كنوع من الماركتنج، تمام، او كنوع من اللي هي من العقودات، فدايما بعمل هايلايت للاكسبيرينس اللي انا عندي في البروجكت مانجمنت والاكسبيرينس اللي انا عندي في الماركتنج. انا اشتغلت برضو قبل ماي فيرست جوب واز ماركتنج اسيستنت، فبعمل هايلايت للحاجات دي. لما اكون عايزه اقدم على وظيفه مثلا بتاعه بيرسي فاينانس بقوم بلغي الجوبز اللي انا اشتغلتها في الماركتنج وبحط الجوبز اللي انا اشتغلتها في الفاينانس. بحط انه انا مثلا انه انا عندي شهاده او شهادتين بتاعين فاينانس، بلغي الشهادات الثانيه اللي انا ماخذاها في الماركتنج، بلغي الشهادات اللي انا ماخذاها في البوليسي ميكنج والحاجات دي. عايزه اقدم لوظيفه بتاعه ادمنستريشن ممكن احط الاكسبيرينس بتاعه البروجكت مانجمنت وخدت الشهادات اللي انا ماخدتها في البروجكت مانجمنت والغي الحاجات التانية. بعد ذاك انت دي الحاجة اللي قلت لك انها خياطة على مقاس الحاجة اللي انت عايز تقدم لها، خياطة خياطة يا جماعة، شغل ترزية. اوكي just a 5 minute break يا جماعة. اوكي نرجع، تمام.
نرجع لأنه كيف تكتب cover letter. اللي أول هي الرسالة زي ما بيقولوا على شنو رسالة التغطية دي، برضو زي ما تكلمنا إنه CV أنت بتكون خدتها في شكل بتاع شنو نقاط عريضة، فأنت في الكفر ليتر أنت بتاخد الفرصة بتاعتك إنك أنت تكتب تشرح أكتر إنك أنت في سنينك بتاعت الجامعة عملت شنو، تحكي عن نفسك والنسم بيروحك. أوكي. الكفر ليتر أنت بعد ما CV بتاعك يعدي وتمشي كأنك أنت من الناس اللي في الليستة الطويلة بتاعتهم، بعداك بيقوموا بيقروا الرسالة بتاعتك بتاعت التغطية وبيقروا السي في بتاعتك مع بعض، لأنه رسالة التغطية زي ما بيقولوا شوية شوي شكلها كده جامد، أو السي في سوري شوية شكلها جامد. في الرسالة بتاعت التغطية أنت بتحكي القصة بزيادة، بتتعمق، يعني مثلا لو عايز تتكلم عن إنك أنت خبرتك في ال how to say it خبرتك في الفاينانس كانت شنو، فأنت بتحكي عن إنك أنت في خلال سنين الجامعة إنك أنت كنت بتجيب أعلى درجات دايما في المحاسبة وفي في التمويل، وإنك أنت اشتغلت في البنك الفلاني مثلا بيرسي على سبيل المثال، دخلت فيه تدريب صيفي، دخلت فيه 6 شهور انترنشيب بعد الجامعة. طيب ال 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 برضه بتكتب فيها يعني لأن هي بتكتب فيها الصفات بتاعتك الزيادة، تكتب فيها إنك أنت أكبر موتيفيشن أو أكبر دافع لك إنك أنت تقدم للوظيفة دي كان شنو؟ هل أنت معجب بالشركة في حاجة معينة؟ هل أنت معجب بالمجال ده في حاجة معينة عايز تشتغل فيه إنك أنت حبيه بزيادة، أو إنك أنت مثلا شاطر في الحاجة دي وحابب تمشي فيها لقدام كده. برضو التكست المفروض يكون بوزيتيف، لازم يتكلم عنك بطريقة إيجابية، تمام؟ مفروض تكون مكتوبة بصورة مرتبة، هي دايما بتكون عبارة عن 3 باراجرافات أو 3 لـ4 باراجرافات. اللي هو الفقرة الأولى أنت بتتكلم فيها، بتكتب بتبدأها مثلا ب I'm gonna give يعني هاخد example بعد شوية. You make it simple. Sorry. الدوكيمنت ده دايما بتهتم بيه، ليش؟ لانه يعني شنو اول ريتن دوكيمنت او يعني مكتوب، لما يكون مكتوب بصوره كويسه ومتقدم بصوره كويسه بيوري قدر شنو انت زول بتهتم يعني بالتفاصيل، انت قدر شنو زول مرتب في طريقه كلامك، في طريقه تقديمك، في طريقه كتابتك. دي حاجات على فكره الناس بتقرا من وراها حاجات كثيره، زول ما عنده اخطاء املائيه في الكتابه، زول مرتب الكتابه بصوره معينه، زول بيكتب بصوره مقنعه، دي حاجة يعني بتقول عنك كتير بالنسبة لزول اللي بيقرا في الليتر دي طوال. ممكن يعني من طريق الكفر الليتر بتاعتك انت طوال يو كان بي شورت ليستد، بتبين الإقناع بتاعك أو المناقشة بتاعتك بتكون بهذا الأسلوب، تمام؟ دايما لازم تكون الكتابة المستخدمة فيها أو الكلمات المستخدمة فيها سهلة، easy to read، سهلة القراءة. لازم تكون واضحة بسيطة وستريت فورورد، يعني بتخش للنقطة اللي تقدر توضحها طوالي دايما دي، لأنه شنو يعني الناس بتكون عندهم يعني الناس اللي بيقولوا في رسالتك دي بيكونوا انت يعني انت بتكون الابليكانت الوحيد في جوبس بيكون فيها 1000 متقدم، انت ذاتك لما يحصل لك لونج ليستنج انت بتكون مثلا ضمن 200 واحد، فانا يعني انا بالنسبة لي انا كامبلاير حكون بقرا في 200 كفر ليتر، لا انا في حاجات انا يعني في كفر ليترز الزول بيعيلها كده من فوق بيشوف انه اوكي الكلام ده شكله كويس بيخط عشان يرجع يقرا في زي ما بيقولوا شنو شورت ليستنج بيحصل بالاسلوب ده، يعني انت ما تكون متاكد انه اي زول حيقرا بتاعتك وحيفهم انت قاصد شنو، غلطت الغلطه دي لك انت تقول لا خلاص ما هو فاهم قصدك، لا ما هو فاهم قصدك معلش. طيب ميك ات ريليفنت للجوب ديسكريبشن، دي الحته اللي انت بتوري فيها انك انت ارجيومنتيف او يعني او بتعرف انك انت تناقش وبتعرف انك انت تسوق لنفسك، تكتب مثلا انك انت في الوظيفه الفلانيه انتوا مثلا نتكلم في وظيفه بتاعت فاينانس هم عايزين زول فاينانس اسيستنت بيعرف يعمل تحليل لقوائم ماليه. اوكي تقوم تكتب انك انت مثلا عندك انك انت بتعرف تشتغل تحليل القوائم الماليه بالاسلوب الاتي، او مثلا انت زول خريج بتاع اقتصاد عايزينك انت مثلا تكون بتعرف
ار بايثون او ستاتا، تكتب عنك انت اشتغلت as I can see your، يعني بتقول انك انت بناء على الوصف الوظيفي بتاعكم او الوظيفه اللي انتم مقدمينها، انتم بتفتشوا على زول بيعرف يشتغل بالستاتا. انا اشتغلت بالستاتا في الجامعه في السنه الفلانيه، اشتغلت بها ريسيرش، او انا كنت شغال مع هيئه او منظمه شغاله بالستاتا مثلا. انت هم فتشوا زول بتاع ماركتينج للسوشيال ميديا، تتكلم عن انك انت مثلا صفحتك في السوشيال ميديا فيها كم فولورز، انك انت بتعمل كونتنت عامل كيف، انك انت قدرت تمسك يعني صفحة بتاعت سوشيال ميديا للشركة الفلانية او للانفلونسر الفلاني. الحاجات زي دي انت تكتبها في الكفر ليتر بتاعتك، وتحكي قصتها وتحكي انت انجزت فيها شنو. برضو في الكفر ليتر ما يعني ما تشرح كتير او ما تمدح كتير، احكي الحاجات الريليفنت للجوب ديسكريبشن بس، الكواليفيكيشنز الريليفنت للجوب ديسكريبشن بس يعني مثلا شنو دي الحته اللي بتقعد تاخد فيها الحاجات برضه مثلا بالاسلوب بتاع الستار، اللي هو السيتويشن الاكشن بتاعك، التاسك السيتويشن، التاسك اللي كانت ريكوايرد، الاكشن بتاعك، الريزلت. يعني كنت بتحكي انك انت مثلا لما كنت ماسك السوشيال ميديا بيج للمطعم الفلاني، انه هم كانت التاسك بتاعتك انك انت تزيد عدد المتابعين حقينهم، انك انت استخدمت كونتنت بالاسلوب الفلاني، كنت عملت كونتنت كيف عشان انك انت، او عملت محتوى شنو عشان تزيد الريتش بتاع الصفحة، وفي النهاية الصفحة وصلت لعدد كم فولور. يلا لما نجي للكفر ليتر، احنا كنا بنتكلم عن انه هي كانت بتكون 3 باراجرافات، بتبدأ بانك انت يو جريت، او يعني انك انت بتعمل منشن بتذكر الشركة والتيم بتاع الاتش ار بتاعها، بتقول لهم دير اتش ار تيم. انك انت بتبدأ البراجراف الاول بانك انت مقدم للوظيفة الفلانية في الشركة دي، وانك انت بناء على الكواليفيكيشنز او بناء على ال how to say qualification، بناء على المقدرات بتاعتك، الخبرة بتاعتك والمهارات بتاعتك، انك انت زول مناسب للوظيفة دي ليه، وانت ليه متحمس تقدم للوظيفة دي بالضبط. يلا بعد ذاك في باراجراف او باراجرافين بعد ذاك بتكتب accomplishments بتاعتك او الانجازات بتاعتك، تمام. برضو بيكون في لينك للaccomplishments بتاعتك مع الجوب ديسكريبشن. بعد ذاك بتقوم بتركز على ال relevant experience بتاعتك أو الخبرة بتاعتك اللي هي اللي لها صلة، المؤهلات بتاعتك والمهارات بتاعتك. لما يكون مناسب تقوم تكتب quantitative، you quantify، أو يعني تحط الإنجازات بتاعتك في صورة يعني بتاعت أرقام، إنك أنت مثلا زي ما كنا بنتكلم دلوقتي قبل شوية عن السوشيال ميديا بيج، إنك أنت تكتب إنك أنت وصلت الريتش بتاع كم، يعني انك انت السوشيال ميديا بيج دي العدد الفولورز بتاعنا زاد من عدد كم، بقى عدد كم لاخر يوم ليك، او وصلت لحد الان لمرحله. لو مثلا بتتكلم عن انك انت how to say it help me with examples، لو فهمتوني، انك انت تحاول انك انت تخد دايما تخد داتا. مثلا لو انت شغال internal auditor في شركة، تقول أو يعني اشتغلت كassistant internal auditor، تقول إنك أنت الشركة بتاعتك دي في آخر audit حققت سكور بتاع مثلا 80% بناء على مساعدتك لهم في الحاجة دي برضو. مثلا أنت لو شغال sales تكتب إنك أنت في الوظيفة بتاعتك بتاعت المبيعات دي وصلت لتارجت معين، أو عدد كم من المبيعات في الفترة بتاعت كم شهر. أوكي، بعد ذاك تكفل بانك انت تقول تشكر الامبلوير اللي هو الـ تشكر صاحب العمل للوقت بتاعه، يعني دي حاجه كده اوت اوف يعني من التهذيب كده. بعد ذاك برضه ممكن تقول في اخر حاجه، برضه ممكن ترجع تقول لي انك انت مثلا ذكرت فوق في الانترودكشن انك انت عندك الكواليفيكيشن الفلانيه، في النص كتبت انك انت عندك كتبت انه اي accomplishment عملته كان بأي طريقة، وكتبت ذكرت ارقام بتدعمه او facts بتدعمه. طيب
في الاخير انك انت بعدك بتكتب انك انت لسه انك انت مؤهل بزياده للشغل ده، وتكتب انك انت يعني انت في انتظار ردهم عشان تقدر تشرح لهم زياده. ده example like cover letter as you can see. هي بتبتدي بان هي بتخاطب الاتش ار مانجر او المانجر بتاع الجوب، اذا هي اذا الحاجه دي افيلبل، اذا ما افيلبل طالب تقوم تكتب دير ريكروتمنت تيم ات كده ات الشركه الفلانيه، او بتكتب دير اتش ار تيم في الشركه الفلانيه، او تكتب مثلا اذا الوظيفه منزلين لنا ناس السيلز تكتب دير سيلز تيم ات شركه كده. عرفت عن نفسها، طوالي ماي نيم از لي تشو و ام ابلاين فور ذا ماركتنج اسوسيت بوزيشن ويز كرييتيف كامبينز. عرفت نفسها وان هي بتقدم لي بوزيشن بالضبط اللي هو الماركتنج اسوسيت بوزيشن مع شركه كرييتيف تيمز. بتحكي عن ان الكواليفيكيشنز بتاعتها شنو، بتحكي عن ان عندها 7 سنين من الخبره في الماركتنج، وبتحكي عن انها دلوقتي بتفتش في بدايه جديده عشان تقدم تشالنجز او تحديات جديده. برضو عرفتهم قلت لهم ان هي معجبه شديد بالشركه بتاع بت بال سوري بالكامبين بتاعتهم بتاعت ان ذا سيتي، وهي شايفة إنه الخبرة بتاعتها in creating augmented reality اللي هي اللي بيقولوا عليها شنو ال virtual one of the virtual realities applications، إن هي هتكون good fit for the direction of your marketing efforts، إنه دي هتكون مناسبة مع الماركتينج efforts اللي أنت بتبذلوا فيها. بعد ذاك رجعت حكت لهم عن خبرتها في شركات اللي هي كانت شغالة فيها حال recently أو آخر خبرة بالنسبة لها، اللي هي working with choice food، شغلة مع ناس choice foods. هي developed أو developed how to say developed، هي صممت AR program ده كان بيسمح للشوبرز إنه الشوبرز of overlays nutrition إنه هم يخشوا through their smartphone camera، بيخشوا عن طريق الكاميرا بتاعتهم بتاعت التليفون وبيشوفوا الايتيمز اللي هم بيفتشوا فيها، الايتيمز الفور فريش برودكتس، الايتيمز اللي في الشيلف حقتهم بيخشوا وبيشوفوا. بعد ذاك الابلكيشن ده بيقوم بيتيح لهم، يو جيت الايديا سوري صح، الابلكيشن ده بيتيح لهم ان هم يكون عندهم انيميتد كاريكاتور، اكسكيوز ماي لانجويج يا جماعه في اللحظه دي، بيكون عندهم animated caricature إن هم كيف بيشوفوا helpful information إن هم كيف يشتغلوا بالحاجة دي. ال sales of lesser known products more than doubled بالنسبة بالنتيجة بتاعت ال AR application اللي هي عملته ده، ضاعفت المبيعات بتاعت ال products أو المنتجات اللي ما كانت معروفة. بعد ذاك ختمت في البراجراف الأخيرة إنه هي بتشوف يعني إنه هي إنه بناء عليه أنتوا هتشوفوا إنه الريزلتس أوف الماركتينج كامبين اللي هي اشتغلت فيها، اللي هي موضحة في الريزم بتاعتها، بت مور فيتنج ل وات يو لوكينج فور، ووضحت إنها شيز ايجر أو شيز لوكينج فور وورد تو توك تو يو، أو هي إن هي متحمسة لانترفيو معاكم أو إنها تتكلم معاكم عشان توريكم هي كيف هي هتكون أحسن أو فيت للجوب ده. طيب دي كده معلش بعد يا فاطمة، بس أنا عاوز أضيف two points في الموضوع بتاع الكفر ليتر ده اتفضلي. إذا ممكن. الحاجة الأولى، الكفر ليتر لازم يكون شوية مختلف عن السي في، يعني ما نفس الكلام اللي اتكتب في السي في عن إنه أنا مثلا درست في الجامعة الفلانية وتخرجت بمرتبة الشرف الأولى مثلا، أجي تاني أكتبه في الكفر ليتر. ممكن أكرره يس، لكن لازم يكون في معلومات إضافية، حاجات ما مكتوبة في السي في بطبيعة الحال، مثلا إنك كنت أو إنك كنت رئيسة جمعية في الجامعة، اتحاد الطلاب مثلا، شاركت في الأسبوع الثقافي للكلية وهكذا، يعني حاجات شوية تكون مختلفة وبتدي معلومات أكتر عنك. الحاجة الثانية بالنسبة للخريجين الجدد اللي هم مثلا ما عندهم إنجازات وظيفية، ممكن إنه هم يقدروا إنه يترجموها في شكل مثلا ساعدت الشركة في إنها تبيع كده أو صممت كده. ممكن يكون في تركيز على الأكاديميات، إنه أنا تخرجت بالدرجة الفلانية،
كانت الجريدز بتاعتي مثلا اكسلنت، وده بورينك مثلا او بورينك اتشيفر في حاجات معينه او كده. فشي طبيعي انه الكفر ليتر للشخص الخريج الحديث يكون شويه مختلف او يعني متواضع بالمقارنه بشخص عنده خبره وظيفيه، فما في مشكله في الحاجه دي. الحاجه الثانيه، ممكن تستفيدوا من تشات جي بي تي بصوره عنيفه جدا في المساله بتاعت الكفر ليتر. ببساطه بتعمل كوبي للجوب ديسكريبشن، تاخده في تشات جي بي تي، تعمل كوبي للسي في بتاعتك تخطها له وتقول له اوت اوف الجوب ديسكريبشن ده، من الوصف الوظيفي بتاع الوظيفه اللي انا مقدم لها، هذا السي في بتاعتي، هدي اكتب لي كفر ليتر. هو حيكتب لي كفر ليتر مناسب، لكن نيفر ايفر ابدا ما تعملوا كوبي بيست لاي حاجه من تشات جي بي تي طوالي وتقدموا بها، لازم تعدلوها، لانه الاشياء المكتوبه بالذكاء الاصطناعي ظاهره، بالذات لناس يتعاملوا كثير مع الذكاء الاصطناعي، ممكن تتل انه الحاجه دي من غير ما يشيلوها يخطوها في اي اي ديتكشن تول، بيكون ظاهر من اللانجوج، من الطريقه بتاعت الكلام. فنحن ممكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي، لكن ما نعمل كوبي بيست، لازم بعد ذاك يكون في تعديل، نحاول نخلي الموضوع شويه كده يعني written by a human، مكتوب بواسطه زول او انسان، ما بواسطه الذكاء الاصطناعي. فدي بس الحاجات اللي عايزه اضيفها، شكرا. اوكي، دي نقطة حلوة اللي قالتها على النعمة دي. مثلا اذا انت بتتكلم عن انك انت كزول فريش جرادويت، انت بتتكلم عن انك انت بتقدم مثلا لوظيفة، خلينا نقول مثلا في الفاينانس، تكتب له في الكفر ليتر، ما بتعد له الكلام انك انت خريج بتاع اونرز تجيب، تكتب له في الكفر ليتر تقول له انه انا مثلا من السنة الثانية في الجامعة قررت انه انا عجبني، او من السنة الثالثة في الجامعة عجبني المجال بتاع الفاينانس، قررت ان انا اشتغل فيه لانه ده المجال اللي انا داير اشتغل فيه. تقوم مثلا في الباراجراف الثاني تكتب له انه بناء على انه يعني حسيت انه انا ميال للمجال ده اكثر، انا اجتهدت في خلال السنه الثانيه والسنه الثالثه في انه انا اجيب ايز في الفاينانس عشان تكواليفاي مي لانه انا اشتغل في مجال الفاينانس، عشان انا معجب بالمجال ده شديد. او انه مثلا تقول انك انت اكتشفت انك انت عندك يعني فيري excellent numerical skills، عشان كده انت اتجهت دايما للاccounting والfinance، you have an eye for numbers، حاجة زي دي. أو مثلا للماركتينج، مثلا تكتب إنك أنت تخصصت ماركتينج وأنت في خلال السنين دراستك في الجامعة على الماركتينج حسيت روحك إنك أنت شاطر فيه، تقوم تكتب إنك أنت جبت A's في الماركتينج في خلال السنوات اللي فاتت دي، إنك أنت you have a creative mindset. أوكي، دي مثلا للنقطة. أو زي ما قالت نعمة، تشتغل على الطريقة بتاعت الشات جي بي تي، انك انت تدخل السي في والجوب ديسكريبشن وتعمل لهم، تخليه هو ينزل لك درافت. از نعمة سيت، درافت اتس ا درافت، يو نيفر يوز ات immediately. بعد ذلك انت في الدرافت غير، دايما حاول تغير انك انت تغير الكلمات، الطريقة بتاعت الكلام. انا واحدة من الناس بستخدم الاسلوب ده، اي ريفريز الجملة اللي قالها شات جي بي تي، بس برضه برجع بعد ما عملت ريفريزنج ترجع الكلام لتشات جي بي تي تقول له finest this for me، او يعني proof read this for me، بس تقول له proof read عشان شنو ما تبقى بتجد AI detected. AI detected ده طوال ظهر بالنسبة لي انك انت زول بتستسهل. Is it clear؟ واضحة الحتة دي؟ يس، ممكن تضيفوا سكيلز او كواليفيكيشنز او اي حاجه ما اتذكرت في السي في، ممكن تضيفوها في الكفر ليتر، او تتعمقوا في انه انت مثلا كتبت في السي في بتاعتك انك انت عندك السكيل الفلانيه، انت طورتها كيف، اوكي اكتشفت مثلا انت عندك السكيل دي كيف، او اكتسبتها كيف. اوكي، نجي ل where to look، تفتش وين اللي هو في عندك. في السودان عندنا المشهورين اللي هو السودان جوب دوت نت، وعندك سودان كاريرز، تو ويب سايتس انت ممكن تخش عليهم تفتش اي وظيفه لو انت لسه مقيم في السودان. جلوبالي او عالميا ممكن تفتش وين، لينكدين فيه كميه من الوظائف، يمكن اوسع جوب ماركت في العالم هو لينكدين حاليا. انديد وجلاس دور، جوب هانت، في حاجات تانية برضو، امباكت بول، بأي طريقة، في اعمل اكتب في جوجل سيرش انك انت بتفتش في وظيفة في الحتة الفلانية، حيوريك كمية من المواقع اللي بتعرض وظائف في الحتة الفلانية دي. طيب، بالنسبة للجوب هانت اللي هو انترناشونال اللي ده، انا هخلي الاستاذ احسان تواصل فيه لان هي اكتر خبرة في الحتة دي. احسان اتفضل.
اوكي شكرا لك يا فاطمة. طب بس معلش ممكن تخليني اعمل شير سكرين؟ طيب نحن هنفتش وظائف وين؟ زي ما فاطمة وريتكم إنه دي مواقع يعني مشهورة، وفي مواقع كتيرة تانية غيرها. بس النقطة اللي أنا عايزة أضيفها برضو في الحتة بتاع في هنا دي، في لينكدين بتلقى فيه وظائف معروضة يعني بصورة مباشرة في الحتة بتاعة الجوبس، إنه دي وظائف تمام. لكن في لينكدين حاول إنه أنت جبنا إحنا اتكلمنا على نتوركينج، حاول أنت أعمل فولو أو كونتاكت مع ريكروترز تمام. في ريكروترز يعني بتلقى زول تالنت اكوزيشن او ريكروتر، حاول اعمل معاهم كونتاكت، لانهم ديل بينزلوا بوستات في العاده، بينزلوا بوستات فيها جوبات يعني ما بتكون نازله في الحته بتاعت الجوبس بتاعت لينكدين. طيب او بيكونوا شغالين في ريكروتمنت ايجنسيز، او في واحدين بيكونوا فريلانس ريكروترز يعني هم يعني اخصائي توظيف، طيب بالعربي دي اخصائي توظيف، بيشتغلوا بصوره مستقله، ما بيكونوا تابعين لشركه معينه او لمؤسسه معينه. في واحدين بيكونوا تابعين لشركات بتاع التوظيف. بعدين حاجه تانية مهمه، الشركات اغلبها عندها، الشركات الكبيره يعني اغلبها عندها صفحات في لينكدين. فانت لما تجي تكون عايز مستهدف يعني شركه معينه او قطاع معين، طيب بتقوم تدخل شنو؟ تدخل على الصفحة بتاعته، في حتة بتلقى مكتوب البيبل، طيب أو الناس اللي هم كاتبين إن هم شغالين في الشركة المعينة دي. يعني ممكن أنا أعمل معاكم إكزامبل بسيط كده. طيب نعمل طيب إكزامبل بسيط، لأنه هنا في لينكدين هنقوم نفتح، ما عارفة إذا هو ظاهر معاكم. طيب أنا عايزة أفتح معاكم إنه شركة، ونشوف إنه الناس اللي شغالين في الشركة، هنشوف بتقوم تستهدف مثلا بتاع الـ HR الشغال في الشركة، أو الزول الشغال في القسم المعين اللي أنت عايز تتعين فيه، بتقوم تعمل له كونتاكت. الزول ده لما تضيفه لك، بعد ذاك بتبقى في الغالب بيكون قادر ترسل له دايركت مسج، يعني بالذات إذا هو زول عامل يعني بريميوم، عامل لينكدين بريميوم، بيكون ما بتقدر ترسل له مسج. لكن إذا هو يعني انت عملت له كونتاكت له، بتقدر تعمل ترسل له مسج. هنا الفايدة وين؟ انت بتقدر ترسل بتاع الاتش ار ده او لزول في الحتة المعينة دايركت مسج بسيطة تكون، انه والله انا عايز، يعني هي ممكن تكون قريبة للكفر ليتر بس حاجة بسيطة تكون مختصرة، انه والله انا عايز يعني مهتم بالشركة بتاعتكم، وانه الوظائف اللي فيه لو عندكم اوبننجز فاتحه، او انت لو قدمت على وظيفه، انه انا والله قدمت على الوظيفه المعينه ومهتم بانه اشتغل معاكم في الشركه بتاعتكم مثلا. ده بنك، اوكي بيظهر لك هنا في الحته بتاعت البيبل اللي هنا بالصفحه بتاعت الشركه، انه انت بتقدر تعمل فلتر بانه الزول انت عايزه مثلا فياته جروين، او خلينا نقول what they do، finance, sales, customer service, operations. بعدك بتختار مثلا human resource، بعدك هو بيقوم بفلتر لك الناس الشغالين في human resource في المؤسسة المعينة بدك تدخل لها يعني. تمام. دي الحتة اللي أنا بس كنت عايزة أضيفها في لينكدين. يعني لينكدين نحن بيكون عندنا خيارين، يا يعني إما نرسل دايركت مسج، أو أكثر من خيار سوري، خيار بتاع الجوبات المكتوب أو موجودة عديل على لينكدين، أو بتاع أخصائي التوظيف اللي هو أنت ممكن بنزل بوستات بصورة مستمرة على جوبات،
أو إنك تستهدف شركة معينة أو مؤسسة معينة وترسل للموظفين فيها، بالذات موظفين الـ HR أو الزول المختص بالريكروتمنت. طيب بالنسبة للأبليكيشن بتاع الجوب هانت، هو أبليكيشن عاملين من شباب سودانيين، هو بيشتغل بالـ AI. الأبليكيشن ده بيجيب لينكس من كل المواقع الظاهرة قدامكم دي، كلها مواقع بتاعت وظائف، بتعرض وظائف. الميزة في الأبليكيشن إنه هو أنت بتخش بتكتب الدولة اللي أنت مستهدفة، تمام؟ يعني هسا أغلب السودانيين بيفتشوا على شغل برا السودان، فأنت مثلا هو حاليا بيوفر لك تقريبا كل دول الخليج، دول أفريقية زي كينيا ورواندا، في أمريكا، في بريطانيا، في هولندا، في كذا دول، في كذا دول يعني كتيرة. بتكتب الجوب اللي أنت مستهدفة، تمام؟ وبتدخل البلد اللي انت مستهدفه كده، انت عملت الفلتر بتاعك. طيب الميزه وين في الابليكيشن؟ انه بجيب لك الجوب اول ما تنزل، فانت بتكون في اول ناس قدموا في الجوب دي، هنا فرصك بتاعت انك تتشغل في الجوب دي او يعني تمشي المرحله اللي بعديها، انه اتليست الابليكيشن بتاعك تشاف، تمشي المرحله اللي بعدها، تمشي الانترفيو كده، بتزيد، تمام؟ فدي الميزة بتاعت الابليكيشن ده. طيب نحن كده عرفنا وين نلقى الجوبس، عملنا السي في، عملنا الكفر ليتر، جهزنا كل الحاجة. تاني معلش برضو، أيوة، في الحتة بتاعت نلقى الجوبس يعني. دي كانت بلاتفورمز اللي هي الأونلاين يعني، أو الويب سايتس الأونلاين. طيب في عندك الريكروتمنت ايجنسيز او شركات التوظيف. شركات التوظيف دي كل بلد بيكون فيها شركات، يعني انا اخذت لكم هنا امثله لشركات التوظيف على حسب البلدان، في الامارات، في قطر، في السعوديه، عمان، او شركات شغاله على الشرق الاوسط بشكل عام. الميزه في شركات التوظيف، انت بتمشي في العاده بيكون عندهم مثلا walking interview أو انترفيو عامة، بيجوا ناس كتيرة بتقدم، وبعدك هم بوصلوك أو بيدوك للريكروترز. هم بيجتهدوا في إنهم للشركات أو للمؤسسات، هم بيجتهدوا في إنهم يوصلوك للمؤسسة الفلانية لأنه معينة، لأن هم يعني ده البزنس بتاعهم، هم بياخدوا مقابل إنهم هم يجيبوا موظفين. وحاجة برضو يعني هنا ملاحظة بالخليج، أغلب الناس يعني في الأول ممكن تلقى وظائف بسهولة بتلقاها بشركات التوظيف. طبعا أنت ممكن تتوظف بأنك بصورة مباشرة أنك تقدم في الشركة وكده، لكن هنا هم بيساعدوك في أنه يجيبوا لك جوب بصورة أسهل. هم شركات بتاعت outsourcing، المؤسسات بتشيل من راسها الهيدك أو يعني التفاصيل بتاعت التوظيف دي كلها، وحتى إقامتك، العقد أنت بتعمله على الشركات بتاعت outsourcing دي أو شركات التوظيف دي. الميزة فيها زي ما قلت لك، هي بتوصل للمؤسسات دي بصورة أسرع، بيعملوا معاك الانترفيو هما في الأول، في العادة بيقوموا بيضربوا لك تليفون بعد ما انت مثلا تمشي لهم تديهم السي في بتاعك، بيشوفوا الحاجات الفاتحة عندهم هي قريبة للسي في بتاعك، أو ممكن تمشي لهم مثلا في يوم بتاع توظيف مفتوح، أو ممكن يكونوا هما منزلين جوب في الصفحة بتاعتهم في لينكدين أو في فيسبوك أو أي وسيلة من الوسائل، وانت قدمت فيهم بيتصلوا لك في الاول، بيعملوا معاك انترفيو في العاده على التليفون، بعد ذاك بياخدوك للانترفيو مع المؤسسه المعينه، بعد ذاك بيوروك يعني بيعملوا لك اجراءات التوظيف اذا انت شارك. دي الميزات. لك بس الحاجات المساوئ وين؟ في انه في العاده الوظيفه اذا هي كانت فاتحه في الشركه بصوره مباشره وقدمت فيها بصوره مباشره، مرتبها بتكون اعلى من إنه أنت لو كنت خدتها عن طريق شركة التوظيف، لأنه في العادة هم بياخدوا على الجوب يعني على الجوب بتاعتك يعني قروش يعني. بس هي كبداية لنا يعني السودانيين كلهم بيفتشوا جوبس في الخليج وكده، فهي كبداية بتكون كويسة.
تمام، وبتقدر تتصل بصورة يعني أحسن. بعدها كان عندك السوشيال ميديا جروبس، اللي هي الجروبس يعني بعد الحرب كان في كمية من الجروبس اللي اتعملت لأن الناس مشت بلدان جديدة، فتعملت جروبس بتاعت واتساب أو على التليجرام أو حتى في لينكدين نفسه، الناس بتنزل فيها وظائف، أي زول عارف إن في وظيفة في المؤسسة الفلانية بيشيرها للناس بيرسلها للناس، فدي برضو يعني ممكن الزول يدخل عليها ويتابعها عشان يكون يعني ملم بكل الفرص يعني. طيب كده نحن عملنا شنو؟ احنا جهزنا السي في بتاعتنا، جهزنا الكفر ليتر، عرفنا حنجيب الوظائف من وين. بعدها بتبدأ تجيك الردود، بتبدأ تجيك الردود في الإيميل إنه والله تعالى انترفيو في الحتة المعينة وكذا. في مشكلة بس أو حاجة نحن المفروض نخلي بالنا منها، اللي هي الجوب سكامز، أو هي يعني إيميلات أو هي رسائل الاحتيالية بتاعت الوظائف الوهمية. في الغالب هي بتكون يعني الغرض منها شنو، والهدف شنو، انه هو زول يجي يرسل لك دعوة لوظيفة وهي تكون حقيقية، انه بتكون يا اما لسرقة معلوماتك البنكية، او لما انت تمشي لهم عديل هم بيقول لك ادفع علينا عديل، او في احوال نادرة كده بيكون بيطلبوا منك يعني يستعملوا حساباتك البنكية في ماني لاندرينج او كده، يعني ده جزء من الحياة. طيب نحن بنتعرف كيف على السكامز دي او يعني الإيميلات الاحتيالية دي، إنه شكل الإيميل من الأول بيكون ما شكله مرتب، ما بروفيشنال يعني، فيه أخطاء، أخطاء في الجرامر، أخطاء في السبيلينج، اسم الشركة غريب، ما ذاكرين اسم الشركة، ما ذاكرين الجوب هي شنو بالضبط، غالبا جايك من ياهو إيميل أو جيميل ما من إيميل بتاع شركة عديل، عارضين مبلغ يعني سالري عالي شديد، مرتب عالي شديد على جوب عادية، الجوب ديسكريبشن أو الوصف الوظيفي ما واضح في بتاع الوظيفة، وزي ما قلنا ممكن يكونوا حتى ما ذاكرين اسم الوظيفة. بعد ذاك بيكون يعني لما انت تمشي الانترفيو بيكون في نوع من ال انه الحاجات ماشيه سريع يعني، او ممكن يقول لك هنعمل لك انترفيو بالشاتين، بس شاتين على واتساب مثلا، او يعني في حتات بتعمل لك انترفيو مع شات بوت، مع بالاي اي يعني، بتكون بترد عليه، ولكن دي بتكون انترفيو مبدئيه، وبعدك هتمشي للفيس تو فيس انترفيو او انترفيو المباشره، لكن ده اللي هما بس ممكن من الشات دي يقول لك احنا عيناك، يلا طيب خلاص رسل لنا كده حسابك البنكي او الكريدت كارد انفورميشن بتاعتك او كده، او حتى من غير ما ياخدوا السي في بتاعتك. لما تمشي هيطلبوا منك تدفع قروش، يعني مثلا هنا انا قاعدة في الامارات في ناس كتار بيشكوا يعني، في جروبس كتيرة على الواتساب وكده الناس بتساعد فيها بعض في موضوع التوظيف، فناس كتير بيشكوا بيقولوا أنا مشيت انترفيو طلبوا مني أدفع مثلا 200 درهم عشان أملي الأبليكيشن، فدي كده يعني. أو ممكن يطلبوا منك تنزل زي ما قلنا أبليكيشن أو تعمل يعني تدوس على صفحات معينة، فبس دي حاجة المفروض نحن شنو ننتبه لها عشان ما نقع خير يعني. ده شكل بتاع إيميل، أو ممكن مو بسيط لجوب سكام إيميل، إنه واضح إنه السبجكت هنا interview invitation، حتى ما هو دي موريكي شنو هي الجوب، ودي candidate ما كاتب اسمك. طيب وبعدك بتكلم لك عن إنه أنت بقيت short listed to work with us، اسم الشركة ما في، وديك اللوكيشن وكده وكل التفاصيل، لكن في حاجة غلط يعني في الإيميل. طيب بعدك احنا لقينا دعوة بتاعت انترفيو يعني لشركة حقيقية وجوب حقيقية ومشان أو عايزين نحضر ليه. طيب الزول في الأول بيكون متوتر،
بالذات يعني إذا بقى دي أول مرة يدخل انترفيو أو ما يعني ما عنده تجارب كثيرة بتاعت انترفيوز، دي حاجة عادية يعني، التوتر دي حاجة عادية، بس لكن مهم التوتر ده أنت ما يخليك تصل مرحلة ما تكون ما قادر توري، ما قادر تتكلم كويس، ما قادر تعرض حاجاتك، ما قادر تعرض السكيلز بتاعتك وكده. فنحن لازم يعني نقدر to manage الستريس ده، أو يعني ندير التوتر ده بصورة يبقى توتر محمود يعني، عشان نجتهد ونطلع أحسن ما عندنا من غير ما نتوتر وما نقدر نتكلم كويس. طب فمن قبل له كيف بأنك تجهز، طب تكون جاهز للانترفيو، تبقى جاهز للانترفيو بصورة يعني كويسة. طيب كيف نجهز للانترفيو؟ حتفتش عن الشركة مبدئيا، ده سؤال صعب في أغلب الانترفيوز، بتعرف شنو عنهم. طيب تحاول تخش الموقع بتاعهم، تفهم البيزنس بتاعهم هو شنو بيعمل، شنو تفاصيل شغلهم، صفحاتهم على السوشيال ميديا، صفحاتهم على لينكدين، تفهم الشركة اللي بتعمل شنو، عشان لما يردوا عليك سوري لما يسألوك ترد بصورة سمارت. حتى ممكن تعمل لينك بين إنه والله مثلا السكيلز اللي عندك أو أهدافك وأهداف المؤسسة المعينة وأهداف الشركة المعينة، تكون قاري job description كويس. طبعا أنت قبل ما تقدم أكيد لازم تكون قاري job description كويس، لكن بعد ما تكون ماشي انترفيو هتقراه بصورة مفصلة أكتر، هتحاول تفهم أنت هيسألوك عن شنو وأنت داخل الانترفيو دي عن طريق job description. هنشوف بعد شوية، إحنا في tools برضو هنستعملها عشان نجهز روحنا بأسئلة يعني، اللي هو هتبدأ تجهز تتوقع الأسئلة اللي هيسألوك لها. في أسئلة ستاندرد معروفة في كل الانترفيوز، عرف بنفسك، دي لازم تكون جاهز بأنه أنت حتقول شنو، بتعرف شنو عن الشركة. في السؤال بتاع المرتب دايما بتسأل يعني، في الخليج هنا دايما بتسأل يعني، بتسأل حتى في السودان هناك يعني، أكيد برضه كل حتة بتسأل السؤال بتاع المرتب ده. إذا أنت ما عارف الجوب ماركت، أو إذا الجوب أصلا من الأول ما يعني ما قالوا هي مرتبة كذا، وما عارف أنت المدى بتاع المرتبات بتاعت الوظيفة المعينة دي كم، أنت ممكن تسأل بصورة مباشرة تقول له طيب هي البادجت المخطوطة أو الرينج أو البادجت المخطوطة للوظيفة دي كم، يعني ممكن تسأل عادي، وبعد ذاك تاخذ الجواب بناء عليها تقول والله انت مثلا عايز حاجه في المبلغ المعين. تمام. ففي اسئله اساسيه، في اسئله عندها علاقه بشنو بالوظيفه نفسها. طيب برضو عشان نقلل موضوع التوتر، تحاول تصل في الزمن او تصل قبل الزمن احسن، أو بالذات لو بكي يعني بقيت ماشي حتة أنت ما عارف يعني، أو يا دوب حتعرف أنت هتصل كيف، بلد جديد عليك، حاول يعني شنو تخطط مسارك بتاع بتاع رحلتك من بدري شوية، وحتركب يا تو بص وتركب يا تو مترو وتعمل، ولو حتمشي بتاكسي أو whatever. بعدينك حاول تصل قبل نص ساعة ربع ساعة، عشان تكون هادي شوية، تقدر تتعود على شكل المكان شكل الناس، وما تكون جاي وانت يعني متوتر من انك جاي متأخر، وفي نفس الوقت متوتر من فكرة الانترفيو نفسها. حتكون شايل معاك السي في بتاعتك، في ناس بتطلب انك تكون شايل معاك الباسبورت بتاعك او شهادات، مو كله حيذكروا يعني، بيكون مذكور في الايميل في العادة بتاع بتاع الانترفيو. بالنسبة للمظهر، لا تحاول تهتم بمظهرك جدا، وتحاول تلبس رسمي، دي أساسي يعني، تلبس بدلة أو لو يعني الأولاد مثلا تكون شاكل بنطلون أو حتى ما لابس بدلة. في مثلا بلدان مثلا في الخليج، الحتات الحكومية يعني مثلا زي إمارات أو السعودية مثلا، بيطلبوا بالنسبة للسيدات تكون لابسة العباية مثلا، فإذا هم ذكروا لك دريس كود معين أو شكل لبس معين في الإيميل، أوكي أنت لازم تلتزم به،
إذا ما ذكروا في العادة يعني بدلة أو لبس يبدو عليه إنه يكون فورمال، يعني ما تكون حاجة يعني هدوم بتطلع بيها في طلعاتك مع أصحابك. طيب إحنا هنا قلنا كيف نجهز للأسئلة، في كذا موقع أنا جايبهم لكم. طبعا شات جي بي تي أول حاجة بتدخل عليه، بتدخل له ال job description أو الوصف الوظيفي، هتشيله copy paste كده، تدخل لشات جي بي تي إنه والله اكتب لي أسئلة وأجوبتها بتاعت interview لل job description دي، فهو حينزل لك الأسئلة وأجوبتها. تمام، برضو في نوعية بتاعت أسئلة اللي هي situational أو اللي هي بتكون زي أسئلة بتاعت سيناريو، يعني طيب ورينا لو حصل الحاجة الفلانية هتعمل شنو. دي برضو انت ممكن تقول له اعمل لي سيناريو questions من الجوب ديسكريبشن ده برضو. في العادة هي بتكون لحاجة مستقبلية، يعني انت لو حصل الحاجة فيها هتعمل شنو، او ورينا والله مرة مثلا كان في عميل يعني حصل له حاجة خلته يعني ما راضي، فأنت هتتعامل معاه كيف أو اتعاملت معاه كيف قبل كده، أو مرة أنت اقترحت مثلا حاجة زادت الأرباح بتاعت الشركة كيف عملت شنو. فبس يعني دي بشكل عام. ف تشات جي بي تي ممكن يعني بديك الأسئلة دي. بالنسبة للموقع الثاني انت بتقدر تحدد او تقدر تعمل به انترفيو سيميليشن، او اللي هي انترفيو بالفيديو، يعني محاكاة للمقابلة الوظيفية بالفيديو. فانتوا ممكن تدخلوا، يعني انا لو اوريكم شكل الموقع بشكل عام. طيب عند الموقع ما أعرف إذا هو ظاهر لكم. هنا هو معلش بس إنترنت شوية. طيب الموقع هو بيديك كذا نوع من أنواع الانترفيوز. بتخش أنت يعني هنا هتشوفه behavioral interviews، advertising and marketing. طيب هنا أنواع كتير لوظائف مختلفة. طيب فأنت بتدخل وبتختار نوع الانترفيو بتاعتك. طيب يعني مثلا behavioral interview دي، وبتعمل الانترفيو بينزل بداية بيكتب لك الأسئلة وأنت بتبدأ تجاوب عليها بالفيديو، وهو بيقيمك أنت أداءك شكله كيف. فدي مواقع يعني اطلعوا عليها. شوف الحصر. طيب تيبس أخيرة وسريعة بالنسبة للانترفيو، زي ما قلنا خليك هادي، سمايل، بي نايس، جاوب بهدوء على الأسئلة، خليك أمين في يعني في أسئلة عندها علاقة بينه والله. طيب أنت بتقدر مثلا تنتقل من المكان المعين للمكان المعين، لحد اللي بتنفع معاك ما بتنفع معاك، يعني خليك أمين فيها. برضو وازن يعني أو وضح شو يعني شو انترست، أو وضح أنت مهتم قدر شنو بالوظيفة. يعني يعني نحن قلنا زول ما يكون متوتر، لكن ما يكون كمان يبدو عليه كلام مبالغة. يعني وري قدر شنو انت مهتم وانت يعني بالوظيفة دي ومتحمس لها. حاول قدر الامكان استغل كل الفرص انك توضح المهارات بتاعتك، توضح ال experience بتاعتك وقدر شنو هي
ما عادش الوظيفة المعينة. بعد ما تخلص الانترفيو هتعمل حاجة هتخليك يعني بتميز على كل الناس التانيين اللي عملوا انترفيو، اللي هو هترسل حاجة اسمها thank you note email، اللي هو ايميل بيترسل بعد الانترفيو ب 24 ساعة ماكسيموم. حسب يعني بعد شوي هنشوف تفاصيل. طيب ده إحسان، بشكل عام. بس عايزة أضيف حتة هنا. إحسان كانت بتتكلم عن النقطة بتاعة ال demonstrate your skill أو demonstrate your expertise، اللي هي كانت بتتكلم عن إنه ال situational interview لما يسألوك يقول لك إنه لو في الانترفيو دي حصل كده. في تكنيك حلوة بيحبوها most of the recruiters اللي هي ال star technique، situation, task, action and result، اللي هو الوضع أو الموقف، المهمة اللي كانت مطلوبة منك، الاكشن او الفعل اللي انت عملته، والريزلت اللي حصلت منه. طيب هضرب لك مثال اوت اوف نو وير كده. مثلا احنا بنتكلم عن انه ممكن تكون نقول لك انت شغال في شركه بتاعه توزيع وقود، اتصل عليك عميل مثلا عنده حاجه كبيره بتستهلك وقود كتير، عنده هو عنده جنريترات وبيستهلك وقود كتير، عميل عنده شركه او عميل مثلا عنده سوبر ماركتات او كده، اتصل عليك قال لك انا داير الشركه توصل لي دايركتي، عايزة توصل لي مثلا نقول 6000 لتر وقود. انت عندك في الشركة مثلا ما بتقدر تحرك الشحنة بتاعت الوقود اللي هي بتاخد من 18000 لتر ل 20000 لتر، وانت ممكن تمرك شحنة عشان 6000 اللي هي دي تلت الكمية. فممكن تقول شنو يعني، مثلا تطلب من العميل ده انك انت مثلا يشوف ناس معاه تانيين، مثلا بتاع السوبر ماركتات بيعرفوا بعض، يعني مثلا بتاع الانفال، بتاع الاحسان، بتاع سناء، الثلاثه بيعرفوا بعض. اوكي، او هم الثلاثه نفس الزول. تقوم تقول له انه مثلا انا بطلع لك الشاحنه دي، لكن انت شوف لي مستهلكين تانيين معاك عشان الشحنه تتحرك من عندي من المخزن، عشان انت ذاتك ما تضيف على الشركه تكلفه، في نفس الوقت تكسب العميل. هنا الوضع بتاعك كان شنو؟ انه في عميل ديساتيسفايد انه ما الشركه ما دايره تطلع له شاحنه هو له شخصيا، وانا بالنسبه لك الشركه ما بقدر اطلع الشاحنه عشان بس تمشي تفرغ تلك الكميه اللي عندها وتجي راجعه. اوكي، فده السيتويشن. التاسك اللي انت عملتها شنو؟ انك انت اتواصلت مع العميل او فتشت لعملاء بنفس الكرايتيريا بتاعت العميل ده انه الشاحنه تتحرك بينهم، تتحرك بين يعني التاسك او التاسك اللي كانت المفروض شنو، انك انت هناك انت تصل للارضاء بتاع العميل. الاكشن اللي انت عملته شنو؟ انك انت فتشت لعملاء عندهم نفس النيد بتاعت العميل حقك الديس ساتيسفايد ده او الغير راضي ده، ورسلت لهم شاحنة. انت كده الريزلت بتاعتك انك انت شنو؟ ارضيت العميل اللي عندك وكسبت 2 عملاء تاني اتليست، يعني من المثال اللي انا بقوله ده. واضح؟ Yes. Okay. تمام، شكرا لك يا فاطمة. تمام، كده نحن عرفنا يعني الانترفيو نجهز لها كيف ونعمل شنو. طيب بعد الانترفيو قلنا هنعمل اللي هو thank you note email ده، اللي هو تفاصيل كده هنشوفه. أو قبل كده إنه دايما نتذكر إنه دايما في أول مرة بتحصل، فالناس تكون كالم هادية، ودايما البدايات صعبة لكن بعد ذاك الحاجات يعني تمشي، وبعد ذاك زول بيبقى عنده experience في الانترفيوز وتمشي انترفيوز ثاني بتكون يعني ما على بالك يعني، أو يعني بتكون ما في التوتر بتاع أول مرة يعني. طيب thank you note email اللي قلنا هنرسله بعد الانترفيو زي ما قلنا ماكسيموم 24 ساعة، هو إيميل بسيط صغير، أنت ممكن حتى يعني تبدأ تخط نقاطه وأنت في أثناء الانترفيو يعني. فكرته أو هو نحن بنعمل شو، نحن بنرسل للزول الريكروتر أو على حسب الإيميل بتاع الانترفيو اللي جاك، بترسل لهم بتشكرهم بشكل عام، بتشكرهم على زمنهم، على انهم they consider you او يعني نادوك للانترفيو واخدوا وقعدوا معاك، وممكن بعدين تبدا تذكر حاجات عندها علاقه حصلت في الانترفيو، او ملاحظات لانه والله الشركه انت يعني مبسوط قديش انت مشيت تعرفت على الشركه وتعرفت على شغلها على الانفايرمنت بتاعتها. إذا في حاجات في الانترفيو اتسألت
حابة تعملها توضيح أكتر للمهارات بتاعتك السكيلز بتاعتك كده، فبرضو ممكن تذكرها في thank you note email. برضو بالنسبة توضح برضو في الجزء التاني، توضح إنه أنت مهتم جدا برضو بالوظيفة ولسه ونفسك يعني مهتم ونفسك إنه يشيلوك في الوظيفة دي وكده. وإذا هم عندهم إذا أنتوا عندكم أي أسئلة تانية أو كده ممكن ترسلوا لي. ال thank you note email هو ميزته، ميزته شنو ال thank you note email؟ ميزته في إنه هو بخليك قريب في ذهن الدول اللي حيقرر في موضوع التوظيف، أوكي؟ إنك مهتم بالوظيفة أكتر، يعني هو مش هنقول هيأثر على قراره بصورة كبيرة، لكن يعني هو هيخليك يعني خليك قريب في ذهنه، they would consider you، تمام؟ إنه أنت dedicated وإنه أنت يعني مهتم بالوظيفة أكتر. ده مثال بسيط لشكل thank you note email. في السبجكت في العادة أنت بترد على نفس الإيميل الانترفيو بتاعك، هنا بتكتب الكونتاكت نيم أو هو الشخص اللي هو بتواصل معاك، بتشكرهم على إنه هم قدموا لك الوظيفة المعينة، بعد ذاك بتعرف على الشركة المعينة. اوكي، انه انت شايف ان الاكسبيرينس بتاعتك متماشية مع الوظيفة دي، و بتذكر بعد ذاك قدرش يعني بحاجة بسيطة عشان انه انت الاسبيكتس اوف جوب ولا الهايرنج اورجانيزيشن تقدر شنو انت مهتمة بيها. بعد ذاك بتضيف تفاصيل اللي قبل قلنا احنا حتاخدها من اثناء الانترفيو، اذا في حوار دار على حاجة معينة او كده فانت بتعمل ربط في عليها وتتكلم عليها شويه بصوره اوسع، وتربط برضو زي ما قلنا بالسكيلز بتاعتك، وتوضح بعدها انه انت interested في الجوب زي ما قلنا. و ده بشكل عام انه انت اوكي، لو عايزين اي information كده ممكن ترسل لي. طيب، نحن عملنا الانترفيو وراجعين الرد أغلب الأوقات يعني، ودي حاجة برضو نحن المفروض نحضر نفسنا لها، ما دايما بيجيك ردود إيجابية، يعني ما دايما بيكون أوكي you are accepted، حيكون في كمية من الإيميلات الريجكشن، في كمية من الإيميلات نحن آسفين. فنحن عشان نبقى بوزيتيف برضو في إيميل بتعملوا برضو على ايميل الريجكشن، يا تو ايميلات الريجكشن بنرد عليها، الايميلات اللي بتجيك بصورة مباشرة غالبا بعد الانترفيو بتجيك ايميل من شخص محدد اللي هو عمل معاك الانترفيو او نادك الانترفيو، او حتى لو عملت الابليكيشن وجاك الايميل من وظيفة اتش ار بصورة مباشرة. لكن الاوتوماتيك ريبلاي او الردود اللي بتيجي من السيستم دي احنا ما هنرد عليها، يعني ما في زول حيشوف الايميل اللي احنا هنرد عليه، وفي الغالب أصلا ما حيكون بيقبل، يعني ما بيقبل ريبلاي. اللي احنا عايزين نعمل علاقة إيجابية مع الشركة دي، وزي ما قلت قبل احنا عايزين احنا يعني تكون في ذهنهم بصورة قريبة، ممكن الزول اللي شالوه للوظيفة دي يعتذر أو يحصل أي حاجة، أو ممكن يكون عندهم وظائف تانية فتحت هم، انت لو بقيت قريب في ذهن الموظف بتاع الريكروتمنت او التوظيف ممكن يعتبر انه اوكي انت ماتش الجوب المعينه دي، بالذات لو وصلت المرحله بتاعت انك عملت انترفيو لأبوك او كده شورت ليستد يعني. طيب، في الايميل بتاع الرد بنعمل شنو؟ حتشكر الشركه على ان هم أدوك الفرصة لأنك تجي وتشوف تعرف على الشركة وتتعرف على الجوب بصورة أوسع، بعدك for the time for thank them for time and consideration. والجزئية دي بسيطة، يعني هو إيميل برضو قصير ما بتفوت الجزئية دي مثلا أكتر من جملة أو جملتين ومن الإيميل،
الجزئية التانية حتوري انت والله قدر شنو انت يعني disappoint او disappointed او انت يعني كنت بتتمنى انه نتيجة ال decision تكون مختلفة، وحاول تكون الحاجة دي بصورة برضو positive، يعني لغتك تكون positive، ما تكون يعني لغة يعني فيها اي سلبية، ووري انه انت ستيل برضو عايز يعني شو انترست في الشركة دي، انه يعني انا اوكي انا منفتح على انه لو عندكم وظائف تانية او فرص تانية وكده. جزئية اخيرة برضو اسأل انه لو في فيدباك على ال على الـ الاداء بتاعك، يعني او انه ليه انت ما شاء الله في حتات من الأول في الإيميل بتاع الريجكشن بيكتبوا لك، وفي ناس ما بيكتبوا لك وستيل سيمبلي ممكن يكون بس عامل في زول تاني أحسن، فهو يعني it's up to them، مرات ممكن بيردوا على الحاجة دي، لكن برضو أسأله بصورة respectful شوية. طيب ده مثال برضو بسيط لإيميل بتاع رد على الريجكشن. هنا في الأول شكرا أنكم رضيتوني الديسيشن بتاعكم، يس أنا disappointed لكن شاكركم جدا على الopportunity أو على الفرصة بتاعت إنه أنا يعني أدخل انترفيو معين وأتعرف على الشركة، والجزئية دي هل إذا ممكن أخد فيدباك على الأداء بتاعي أو إنه يعني سبب بتاع الديسيشن عشان أحسن روحي وكده، وبعدها الجزئية الأخيرة إنه تشكر هاير المانجر إنه على إنه إنه يعني أتاح لك الفرصة، وإنه يعني أتمنى إنه يعني طرقكم تتقاطع قدام احتمال الزول ده مثلا يمشي شركة تانية ويكونوا برضه محتاجين ناس وكده. فدي هي الفكرة بتاعت الرد على الريجكشن إيميل. طيب حاجة مهمة تانية إنه أنت المفروض تفهم قانون العمل بصورة يعني واضحة، بالذات إذا مشيت بلد هي تانية، يعني في السودان مثلا أغلب الناس عارفة الحياة العامة بتاع قانون العمل، لكن إذا بقيت مشيت بلد تانية فمحتاج تفهم قانون العمل بصورة واضحة، تفهم الليك والعليك، تمام؟ مع الظروف دي يعني للأسف السودانيين قاعد يتعرضوا لضغط كتير، ولأنه يعني الوضع مرات ما مناسب، بتخطط في ظروف ما مناسبة وكده، يعني لأنه زول مضطر وجاي بلد جديد عليه وكده، فالزول المفروض يفهم القانون كويس. وأنت بتوقع في العقد لازم تقرأ العقد كويس، تعرف تفاصيله كويس، تفهم الجوب تايتل شنو الوظيفة، أنت هل هي نفس اللي أنت عملت عليها انترفيو، الشركة اللي هي معيناك منه لأن هي دي اللي حتعمل لك إقامتك في البلد المعين إذا أنت ما قاعد في السودان، تفاصيل المرتب البريك داون بتاعه، شنو حيدفع شهري وشنو هو المرتب الأساسي وشنو هو هل حيدفع مثلا إذا في حاجة بتدفع كل سنة، إجازتك قدر شنو بتاخدها بعد كم، يعني في حتات بيكتبوا لك والله إلا بعد 6 شهور حتى تاخد إجازتك، إلا بعد سنة تاخد إجازتك، البوليسز شنو، مرات في كلوزز في العقود او في بنود في العقود بتكون هي بتاعت اسم بتاعت انه المفروض تدفع قروش اذا انت طلعت خلال فترة التدريب وكده. طيب حاجة أخيرة مهمة اللي هي انت مفروض خلال البروسيس الطويلة دي بتاعت البحث عن عمل تحافظ على صحر يعني على الايموشنال ريزيلينس بتاعك، او انه انت يعني تحافظ على طاقتك النفسيه زي ما تقول. اوقات كثيره بتجي اوقات بتكون حاسس انه يعني الوضع ممتاز، في امل انه خلاص اوكي هذه الوظيفه حشيلني والدنيا ماشيه تمام، فجاه الحاجات بتتغير وبتجي تلقى روحك تاني رجعت لنقطة الصفر. في ناس بيصابوا بالإحباط من الحاجة دي،
او بيصابوا من الاحباط انه والله يا اخي ما قاعدين ينادوني انترفيوز، او ما قاعد امشي انترفيوز، او قاعد امشي بس باخذ ريجكشنز كثيره. يعني احتمال انا لانه جيت هنا الامارات، فبلاقي ناس مثلا لهم، بقول لك حاليا انا لي سنه مثلا من الحرب في البلد، ومثلا ما لقيت جوب، او بلقي حاجات بعيده تماما عن شغلي، او مرتبه ما مناسب او كده. فالزول بيصاب بالإحباط، وبعد مسافة بيبدأ إنه ما يقدم حتى، يعني بيقول خلاص أنا بقيت ما بقدم، أو بقيت ما يعني ما حألقى حاجة. فمهم جدا إنه تفهم إنه البروسيس دي فيها ups and downs، فيها يعني كده، بس أنت تحاول تحافظ على طاقتك النفسية يعني، وتحاول تركز على هدفك، وما تخلي زي ما بيقولوا الايموشنز والجو العام يعني المحبط انه يعني يثبت من نفسيتك يعني. طيب، دي كانت خلينا نقول المسيرة بتاعتي، انه انت لما تحضر سي في، تحضر كفر ليتر، تخش انترفيو، او تلقى الجوب وين، تلقى الوظيفة وين، بعدين تدخل انترفيو، تتعامل كيف مع الجوبات او الاعلانات الوظائف الغير حقيقية، وتتعامل كيف بعد الانترفيو، تتعامل كيف مع الرفض او بيجيك من الانترفيو، وبعدين كيف تحافظ على صحتنا النفسية. بس احنا رح ناخد بريك شوية كده، تمام، و5 دقايق وبعد نرجع.
طيب السلام عليكم، نرجع. تمام. طيب الجزئية الأولى في السيشن تكلمنا عن، تعرفنا عن البرنامج وشنو، والأيام كلها الأيام بتاعته فيها شنو، المحاضرات حتكون، فكرة البرنامج أصلا جات من وين، والتفاصيل بتاعته. بعدك تعرفنا على إنه كيف نلقى وظيفة أصلا، ونحضر ونجهز روحنا، وكيف نعمل انترفيوز ونتعامل مع الحاجة دي. طيب الجزء الأخير من السيشن هو بيتكلم عن كيف تجهز روحك للوظيفة من ناحية مهاراتك، ومن ناحية تانية برضو حتى أثناء ما أنت في الوظيفة المعينة أو في الكارير المعين، كيف أنت تنمي من نفسك عشان تمشي لقدام زي ما تقول. مبدئيا عشان تدخل المجال أو أي مجال أو أي طريق، لازم تفهم نفسك في الأول، تفهم نقاط قوتك شنو، نقاط ضعفك شنو الحاجات المحتاجة تتنمى فيك، وشنو الحاجات اللي هي أنت أوريدي عندك يعني قوية. مثلا والله أنت مثلا لغتك الإنجليزية ممتازة، ولغتك العربية ممتازة، وعندك لغة تانية مثلا، لكن مهاراتك في الإكسل مثلا محتاجة شغل. أنت مثلا شاطر شديد في المحاسبة وكده، لكن عندك مشكلة في مهارات التواصل مع الناس وكوميونيكيشن وكده مثلا. فتفهم نفسك، دي أول جزئية. الجزئية الثانية، أنت يعني هو زي مثلث، خلينا نقول أنت الحاجة اللي أنت حابيها شنو، راغبة شنو أكتر، الفرص المتوفرة شنو، ومقدراتك شنو. أهم حاجة أنت عندك رغبة في الحاجة، في الطريقة المعينة، ولا أنت بتحب الماركتينج مثلا، حاجات الماركتينج. طيب الفرص شنو المتاحة؟ هل اللي أنت المكان اللي أنت فيه فيه فرص متاحة مثلا، ما في فرص متاحة ممتازة، طيب ممكن تمشي مكان تاني، تمشي بلد تاني مثلا، أو تفتح لروحك فرص كيف تشتغل مثلا. إذا مثلا في السودان هسه في اللحظة دي ما في فرص بتاعت شغل متوفرة، وإنت قاعد في السودان ما عندك طريقة تطلع، طيب أوكي، هل هتشتغل حاجة أونلاين ولا هتسافر بلد تانية مثلا. مقدراتك، هل عندك المقدرات اللي بتطلب المجال المعين ده، ولا محتاج تشغل على نفسك أكتر؟ يعني أنت محتاج تخطط لمسارك الوظيفي ده. جزء من التخطيط ده أنت تفهم المسارات ذاتها هي شكلها شنو، تفهم أنت عايز شنو، تفهم نفسك. فدي حتى يعني ده جزء من البروجرام ده، خلينا نقول بيديكم حاجة بسيطة وتولز بسيطة فيه، إنه يعرفكم على المجالات هي شنو. وأكيد أنتوا في الجامعة أخدتوها بصورة نظرية، لكن هنا ده بصورة عملية، الواقع عامل كيف، وتقدر بعدها تخطط مسارك الوظيفي شكل شكله شنو. وتخطط برضو لأنك تنمي نفسك كيف، والتعليم المستمر، أو إنك تخطط لأنك تعمل شنو، شهادات شنو، شنو حاجات سكيلز حتزيد كده. إذا أنت أوريدي مثلا بديت في مسار وظيفي معين وحاسس روحك ما مرتاح فيه وعايز تعمل شيفت للكارير، طيب أوكي كيف تعمل شيفت للكارير؟ تفكر في الحاجة وتسأل الناس اللي هم مش يعني قاعدين في يعني شغالين في المسار الوظيفي بتاعي أنت مستهدفه، 200 تمشي و200 تقعد. يعني دي كلها حاجات أنت المفروض تقعد مع نفسك وخلينا ويعني ترتبها يعني. طيب جزء من ال خلينا دي خلينا نقول المرحلة الأولى قبل ما تتوظف أو حتى بعد ما تتوظف، في أدوات أو في منصات وحاجات الزول ممكن يستفيد منها عشان ينمي بيعرف. يعني في منصات بتاعت كورسات أونلاين كتيرة متوفرة، في منها المدفوع وفي منها المجاني. كل دي مثلا يعني أمثلة لمنصات زي كورسيرا، لينكدين نفسه عنده ليرنينج بلاتفورم، إديكس، دي كلها منصات. في جزء من الكورسات مدفوعة ومعترف بها،
يعني في العالم كله ومن جامعات محترمة، يعني في جزء ما مدفوع، يعني في جزء مدفوع وجزء ما مدفوع. بالنسبة للكورسيرا في منحة أفتكر الناس سمعت بيها، أنا ما أعرف إذا الناس سمعت بيها ولا لأ، هي منحة الشباب السوري، هي كانت مفتوحة للسوريين بس، لكن حاليا بعد الوضع في السودان اتفتحت للسودانيين برضو. بتقدر تاخد في كورسيرا، عندهم مسارات يعني حتى مسارات وظيفية، يعني بيعملوا لك كورسات والله، مثلا لو زول عايز يشتغل مثلا ديجيتال ماركتينج، أو زول عايز يتخصص في مثلا كاونتي أو كده، في مسار بيخطوه لك بتاع كورسات من الليفل بتاع المبتدئين إلى الليفل بتاع المحترفين، فكل المستويات بتكون متوفرة، وهو بيدوك شهادة بالمسار كله يعني، وشهادة من جامعات محترمة جدا يعني، وشهادات بتاعت كورسيرا محترمة جدا ومعترف بيها، وبتقدر ترفعها في بروفايلك بتاع لينكدين، وبتقدر تحطها في السي في بتاعتك بجانب قوي زي ما تقول. فدي فرصة ممتازة جدا يعني، ممكن الشباب كلكم تدخلوا تشوفوا المنحة دي إذا ما دخلتوها، ويقدموا فيها وتبدوا يعني في الكورسات بتاعتها، لأنه يعني أغلب الناس هسه يا إما إذا كانت شغالة فبس في فترة بتاعت إنه ما شغالة وبتوقف عن العمل، أو يعني في مساحة بتاعت زمن، فممكن الزول يستفيد من زمن فيها. في برامج بتاعت بروفيشنال ديفلوبمنت بتتعمل، بتكون مدتها يعني في العادة شهرين أو 3 شهور أو كده، بتنمي خلينا نقول السوفت سكيلز. في أنا دي البرنامجين، في ماكنزي فورورد بروجرام، وفي أليكس أفريكا. أليكس أفريكا ده بتاع مختص بالAI، ماكنزي مينلي بيركز لك على السوفت سكيلز بتاعتك، البروبلم سولفينج أو مهارات حل المشكلات، مهارات التواصل، مهارات بتاعت حتى في كيس عديد بيجيبوها لك عشان تحلها، عشان تتعلم يعني، بتتعلم الطرق العلمية زي ما بقولوا لحل المشكلات في بيئة العمل، بيجيبوا لك مشكلة عديد بيقول لك حلها يعني. بعد برضو زي ما قلت لكم مهارات التواصل، مهارات برضو التكنولوجيا والديجيتال سكيلز في بيئة العمل، وبرضو خلينا نقول الايموشنال انتليجنس او الذكاء العاطفي وكده، وكيف كيف تتعامل مع بيئة العمل. البرنامج ممكن نحاول ندخل على الصفحة بتاعته عشان نوريكم ليها. هو حاليا الدفعة يعني الجديدة نزلت، لكن هو بيفتح كل فترة، فأنت ممكن تدخل على الموقع بتاعه وتبدأ وتسجل طوالي يعني، وتسجل ولما يفتح هنا ده ريجستر ليا، لما نفتح بيرسل لك إيميل. البرنامج هو مدته زي 10 أسابيع، ساعتين في الأسبوع، ما حاجة بتاخد زمنك نهائي، وحتى طريقته ما طريقة يعني بتاعت الأسئلة والأساينمنت وكده، ما طريقة الامتحانات وكده يعني، طريقة لطيفة جدا جدا، فهو برنامج ممتاز. بالنسبة لأليكس أفريكا، هو mainly بيديك التولز بتاعت الاي اي اللي انت بتحتاج ليها في بيئة العمل. والحاجة الحلوة فيه يعني هم مركزين على الجوجل ورك بليس تولز، اللي هي شنو يعني، كيف تعرف ترفع حاجات في الدرايف، جوجل درايف، كيف تتعامل مع يعني زوم، مع زوم مثلا، كيف تتعامل مع الجوجل دوكيمنتس، كيف تتعامل مع الجوجل شيتس اللي هي زي الاكسل كده، كيف تتعامل مع جوجل كاليندر، وفي في بيئة عمل يعني. برضو السوفت سكيلز، الليدرشيب سكيلز، يعني هم دامجين خلينا نقول سوفت سكيلز مع اي اي تولز، مع حتى التكنيكال تولز او المهارات بتاعت الحاسوب. البرنامج الابليكيشن بتاعه هيكفي يوم 27،
هيبدأ يوم 8/7. هو 6 أسابيع برضو، وهو صراحة ده هيفي، ما زي ماكنزي هيفي شوية يعني، ضاغط شوية، تاسكاتهم أو الحاجات اللي بتلومي اللي بتكون كتيرة شوية، فمحتاج تركيز يعني برضو. لكن هو برنامج ممتاز جدا. طيب حاجة تانية أخيرة، هي برضو ممكن تفيدكم، اللي هي الجوب سيميوليشن بلاتفورمز، أو هي زي مواقع بتعمل لك زي، خلينا نقول ديمو، أو يعني تعرفك بشكل أنتو الوظيفة المعينة دي بيعملوها كيف، وبتديك فيها تاسكات عديد، يعني بتديك فيها مهام عديد، أمشي أعمل المهمة المعينة دي. في موقع اسمه فورج، برضو ممكن نشوف عنه، نشوف شكله كيف. لو ملاحظين هنا ده بيوريك مثلا، هنا investment banking، marketing، sales، بتدخل على الجوب المعينة وبتبدأ تعمل، بدك تاسكات وبتحلها. والحاجة الحلوة فيه انه انت ممكن ترفع بعدك، بدك شهادة وممكن ترفعها على لينكدين. دي حاجة ممتازة يعني بالنسبة لكم، انتوا لسه ما عندكم experience وكده، فدي بتعمل لكم زي experience أو زي كأنك عملت training في شركة يعني، فدي حاجة مفيدة شديد. طيب هنا في الجزئية دي هنبدأ نتكلم عن إنه، طيب الدراسة، نحن تكلمنا هنا الجزء اللي فات عن الكورسات وعن إنه رحنا كيف بالبروجرامز وكده. هنا الجزئية دي عايزين نتكلم عن إنه، طيب تبدأ تفكر في الدراسة ما بعد الجامعية. أنت المفروض مبدئيا في الأول تكون عارف أنت محتاج الحاجة دي لإيه يعني، وتحدد هدفك منها شنو. في ليه نحن يعني بنفكر في الدراسة ما بعد الجامعية؟ لأنه بتحاول تستثمر في مستقبلك، تمام؟ هي بتزيد لك فرصك في إنك تلقى وظيفة، بتزيد لك دخلك، بتزيد لك يعني إذا أنت عندك وظيفة، وفي وظائف معينة مثلا ما بشيلوك فيها إلا يكون عندك مثلا ماستر. برضو بتديك، خلينا نقول، معرفة specialized knowledge، أو معرفة متعمقة أكتر في مجالك أو في المجال اللي أنت ماشي له. مثلا أنت ممكن تكون قريت اقتصاد لكن عايز تعرف حاجات بتاعت يعني تعرف أكتر عن البيزنس، فأنت مش تعمل MBA مثلا يعني. أو مثلا أنت زول بتاع بيزنس، أو حتى زول بتاع اقتصاد مثلا عايز تشتغل في المنظمات اللي عندها علاقة بالتنمية، فأنت مش تعمل ماستر بتاع development مثلا. فأنت حتمشي تاخد معرفة متخصصة أكتر في شنو، في المجال المعين اللي انت بدأت فيه مسارك الوظيفي، او انت مستهدفه يعني في المسار الوظيفي المعين. هي برضو ال post graduates بتخليك تكون يعني، خلينا نقول، مرشح ممتاز، او يعني تزيد حظوظك في انك تاخد وظيفة، او تزيد حظوظك حتى في الترقية الوظيفية. لأنه أنت عندك مؤهل أكتر، حتكون من الناس الثانيين اللي معاك المنافسين. طيب الحاجة المهمة جدا اللي بيستفيدها أغلب الناس هي العلاقات. يعني جبيش فاطمة قالت إنه أنت مهم جدا إنك تعمل شبكة علاقات كويسة، ف إنك تعمل ماستر بيخلق لك شبكة علاقات ممتازة يعني، ومختلفة عن العلاقات اللي أنت بتعملها مع الناس في المستوى الجامعي مثلا أو أندرجراديوت. لأنه هنا أغلب الناس بتكون أوريدي هي شغالة في مؤسسات، أوريدي هي يعني بادية الكارير بتاعها كده، فبتعمل لك علاقات ممتازة بتحتاج لها حتى في شغلك نفسه إذا بقيت شغال، أو عايز تنتقل لجوب أحسن أو لمكان أحسن كده وتلقى شغل. مهم جدا الجامعة اللي أنت حتعمل فيها الماستر أو الدراسات ما بعد الجامعية،
كله يعني في كل ما كانت الجامعة يعني خلينا نقول الرانكين بتاعه ممتاز وكده، ف بتكون الناس اللي بيجوا يقروا فيها بيكونوا ناس بيقولوا على قدر عالي من التأهيل، وبيكونوا ناس قاعدين في بوزيشنز أو حيكونوا لقدام حتى في بوزيشنز ممتازة. ف يعني في ناس مثلا بتستهدف تمشي تقرا في جامعات في أوروبا مثلا أو كده، بس عشان الكونكشنز أو أنت دفعتك حيكون منه يعني. فطبعا دي ما حاجة متوفرة لكل الناس إنه تستهدف جامعات اللي هي التوب في العالم وكده، لكن حاول أبني شبكة علاقات كويسة وكده من الماستر أو من الدكتوراه بتاعتك. طبعا زي ما قلنا هي بتساعدك على الترقية الوظيفية، وبتزيد يعني فاتت كثيرة، بتزيد لك مرتبك وكده إنك أخذت ماستر، أو إنك تلقى وظيفة بجوب بسالري أعلى بمرتب أعلى. وإذا بقيت أنت مثلا مشيت في المسار الأكاديمي فهي طبعا أكيد يعني مهمة جدا إنك تعمل ماستر، تعمل بي اتش دي، وتكتسب المهارات بتاعت البحث وكده. طيب سؤال دايما بتسأل الماستر ولا البروفيشنال سيرتيفيكيت، السؤال ده ما عنده إجابة خلينا نقول قاطعة ومحددة، هو بيعتمد تماما على إنه أنت أهدافك شنو، أنت عايز شنو، وظروفك شنو، يعني في اللحظة دي أنت عايز شنو. لأنه مثلا الماستر هو ممكن يديك معرفة أوسع تمام في المجال المعين، لكن الشهادات بتكون مركزة على حاجة محددة. يعني مثلا ال مثلا إذا جينا في المحاسبة مثلا، لو عملت ماستر بتاع محاسبة هتاخد حاجات المحاسبة كلها، لكن لو مشيت عملت سي ام اي هتعمل سي ام اي محاسبة إدارية، لو عملت سي اي اي هتمشي تعمل مراجعة، يعني حاجة شهادة في المراجعة. لو عملت يعني مثلا سي في او كده، ففي كل شهادة عندها طريقة وعندها مسار، فهو ده بيعتمد على انت عايز شو. حاجة تانية بالنسبة للزمن، الماستر بياخد سنتين او يعني اكتر اذا بيجي باي ريسيرش يعني، لكن الشهادات في شهادات ممكن تاخد امتحان واحد اللي هو 6 شهور ما اكتر من كده، وفي شهادات ممكن سنة امتحانين كده انت بتخلص يعني، فزمنك عامل كيف برضو. حاجة تانية الكوست، التكاليف، في العادة الشهادات المهنية بتكلف قروش كثيرة، لكن الماستر ممكن يكون سعره إذا أنت هتعمل في بلدك وكده ممكن يكون سعره منطقي شوية، أو ممكن تلقى عليهم منحة يعني برضو، دي ده خيار يعني. حتى الشهادات المهنية نفسها، حتى الشهادات المهنية نفسها بيكون يعني بيكون مرات في شهادات بيوفروا منح للناس وكده يعني. فدي كلها عوامل بتحكم. بالنسبة لموضوع الشهادة المهنية نحن هسه في المحاضرة دي ما تطرقنا له. ليه؟ لأنه أنا شايف الناس، في ناس رافعة يدها، نحن هنفتح ديسكشن بعد شوية، الناس هتكتب أسئلتها على الشات وهنجاوب عليها. طيب بالنسبة لموضوع الشهادات المهنية احنا اللي ما تطرقنا له في المحاضرة دي، لأنه احنا طلبنا من كله يعني كل أستاذ كل محاضر إنه يشرح لكم في المجال المعين الشهادات المتوفرة اللي انتم ممكن تعملوها شنو، كيف تنموا روحكم في الوظيفة أو المسار الوظيفي المعين، فهنا احنا ما تطرقنا لها باستفاضة يعني. طيب كده نحن هنكون خلصنا السيشن اللي هو زي ما قلنا في الأول، اتكلمنا عن البرنامج وشنو بصورة عامة، وفكرة جاتنا من وين وتسمم كيف، وكيف نجهز روحنا للوظيفة، وكيف نعمل ندخل انترفيو، نجهز روحنا للانترفيو، نلقى الوظيفة وين، وكيف نحاول ننمي نفسنا ومهاراتنا، وحتى أثناء البروسيس
بعد ما نبدأ يعني المسار الوظيفي معين لنم روحنا فيه. فدي كان بشكل عام شكل المحاضرة، وممكن تبدوا تكتبوا الأسئلة بتاعتكم. وفاطمة لو عندك أي نقاط حابة تضيفيها. اوكي طيب، بالنسبة للأسئلة، في سؤال عن طريقة إنه التسجيل لماكنزي كيف. طيب أنا دلوقتي I'm gonna share screen إحسان لو سمحتي، وأشرح لكم إنكم اوكي تخشوا كيف لماكنزي فورورد بروجرام. اوكي تمام. طيب، زي ما شايفين هنا أنا رسلت لكم اللينك في الواتساب جروب، كلكم في الواتساب جروب صح؟ طيب بتضغطوا على اللينك اللي هو بيدخلك على طول take a step forward register your interest. اوكي دي هي فيها البيج اللي بتقدم لك بتوريك عن البروجرام، في فيديو introduction عن البروجرام، كله انجليش يا جماعة. في ممكن تاخد انك انت عايز سبتايتلز او كده. سو نرجع لهنا دي register your interest من هنا من اخر الصفحة او من فوق، الفول نيم برسي، انا اسمي فاطمة سوري فاطمة الحسن. اوكي الايميل ادرس اللي انت عايز تشترك بيه، yes which country you are currently residing in. انا بالنسبة لي السودان. how did you hear about the forward program the first time. هنا you can say recommended، بالنسبة لك هنا ممكن احنا نقول لك recommended by someone in my professional network or recommended by someone who participated in forward. انا واحسان الاثنين we participated in forward before. What is your personal motivation for applying for forward؟ الحاجة دفعتك. ممكن بالنسبة لكم تقول إنك أنتوا يعني new beginners، فأنتوا بالنسبة لكم I think the most relevant to help me advance in my in the next step in my career. Okay. Submit. دي لأنه حاليا الاشتراك ما فاتح، الدفعة الجديدة بدأت فهو بيوديكم هنا. فالاشتراك بتاع الدفعة اللي بتكون شغالة دايما بيقول لك إنه بتخط الريفرال كود، أنا خطيت لكم الريفرال كود بتاعي ممكن تخطوه بعد ذاك لما تجوا تسجلوا. واضحة؟ اوكي طيب. برضه يا فاطمة حاجة حابة أضيفها، المحاضرة دي السلايد بتاعتها هتتشير لكم، يعني هتترسل لكم في الجروب، فأي لينك قاعد فيها هيصلكم، يعني هتقدروا تدخلوا عليه وتشوفوه. يعني أنا خدت مثلا الـ AI tools أو كده، لينكات لها هتلقوها كلها، يعني حتى بالنسبة للجوب هانت الابليكيشن برضو هتلقوا اللينك بتاعه قاعد. يعني اوكي ممتاز. طيب كان في سؤال يا فاطمة عن إنه زول بيسأل إنه عايز يعني يفتش فرص بتاعة تدريب في المنظمات، فدي بتنصحيه بشنو؟ طيب الفرص بتاعة التدريب في المنظمات، في كذا مثلا volunteering program، اللي هو الفولنتير ده انك انت ممكن تكون paid volunteer في ال UN UN volunteers، في ال African Youth Corp volunteers، في تاني شنو، في بتكون في internships معلن عنها، وفي volunteering opportunities بتكون في ال specific volunteering. الحاجة الحلوة أو الكويسة في ال UN وفي ال African في ال AU volunteers إنهم الاثنين paid volunteership، يعني بيدفعوا لك أثناء ما أنت متطوع، حاجة اللي هي بيقولوا عليها living allowances اللي هي زي مصروف ما مرتب. أوكي بس يعني في الوضع ده بيكون كويس.
ممكن تشوفوا وين كان في واحد في تشات بوكس شرح برضو الفرص بتاعت العمل في منظمات الريليف ورك. برضو بتلقوا في بلاتفورمز يعني على الليك فورس بتاعت فولنتيرز فولنتيرنج اونلاين في اليو ان فولنتيرز جس اسمه السيستم اسمه الفي ام اس فولنتير مانجمنت سيستم. في فرص كتيرة بتاعت اونلاين اللي هي بتكون انك انت من بيتك شغال بس الاونلاين فولنتيرنج موصل للناس اليو ان نوت بيت وبيفتح لك فرص بتاعت فولنتيرنج في اليو ان وفي منظمات تانية بتكون مستفيدة من الخدمة بتاعت الفي ام اس بتاعت اليو ان. internships دي بتتعلق بيعلن عنها on a regular basis اللي هي بتكون كل 3 4 شهور بيعلن عنها في المواقع بتاعته. اوكي طيب، في سؤال برضو عنده علاقة بالسي في، بيتكلم انه هل الصورة بتأثر في السي في؟ أيوة الصورة بتأثر على الـ ATS not preferred. طيب، في سؤال برضو قال انه عايز اعرف كيف نربط السي في بالـ ATS وكيف اتأكد انه ربط. هو ما بتربط بالسي في، صح؟ هو ما بتربط بالـ ATS بس انت بتخش على كم موقع بتاع الـ ATS فتش ATS او CV checker او حاجة بالشكل ده او CV سلاش ATS checker حاجة بالشكل ده. خش في جوجل مواقع الفري كتيرة بتخش على الموقع وبترفع السي في بتاعتك وبترفع الجوب ديسكريبشن اوكي بعدك هو بقوم بيوريك انه هل السي في بتاعتك ده ماتشنج بنسبة كم. حاول انك انت تصلح في السي في بتاعتك كل مرة لحد ما تصل سكورينج عالي اللي هو سكورينج من 85 and above او سكورينج اعلى من 90 لانه الاي تي اس سيستمز داتا مختلفة كتير من بعض. فكونك انك انت في واحد تجيب سكور عالية معناته الاي تي اس سيستم بتاع الشركة لو بياخد بال70% حيشيلك اكيد لو بياخد بال90% حيشيلك اكيد وما كل الشركات بتستخدم نفس الاي تي اس سيستم. هي ما كلها نفس الـ ATS، لكن أغلبهم عندهم يعني حاجات أساسية، يعني مثلا الصورة، الألوان، الكده، دي هي ما بتكون مناسبة معهم. ايوه بالضبط هما ما كلهم بيستخدموا نفس الاي تي اس بس الاي تي اس الميكانيزم حقته واحده. طيب، في زول سأل قال عايز اللينك بتاع الـ CV بتاع الدكتورة سارة. طب هو اوريدي، احنا زي ما قلنا احنا هنشير معاكم السلايدز، فحتكون كلها قاعدة، أي لينك حيكون قاعد فيها. طيب، أنا ما فهمت السؤال الأخير بتاع هل في كوميونيتي معينة للوظائف والتطوير المهني؟ ممكن تشرح أكتر يا عبد العزيز؟ آخر سؤال. طيب، الناس لو عندها أسئلة تكتب. طيب، نحن كخريجين طيب نحن كخريجين كيف نلقى وظائف وما عندنا خبرة وظيفية؟ زي ما انا قبالك شرحت لكم انه، او يعني في الحته بتاعت التطوير الوظيفي، انت ممكن تاخد شهادات بتاعت كورسات، تدخل على المواقع بتاعت الجوب سيميوليشن دي، بيدوك تاسكات وبيدوك شهاده على انك عملت التاسكات دي، زي التريننج. يعني زمان تخرج من الجامعه بنعمل تريننج اول حتى نفتش يعني حتى نلقى وظيفه، فدي خيارات برضو يعني. وفي الوظيفة انت بتركز برضو على الحاجة، في ال... انت في السي في بتركز على الحاجات اللي انت عملتها اثناء الجامعة، يعني زي ما قالوا استاذات جبالك انه انت لو مثلا رابطة اشتغلت في تنظيم حاجة في الجامعة، عمل تطوعي، دي كلها حاجات بتقدر تضيفها في السي في يعني. طيب، في سؤال يا فاطمة عن إنه في اليو إن التطوع لازم بالشهادة، يعني إذا زور في سنته الأخيرة أو شهادته ما طلعت يعني. لا تماما في كم كاتيجوري عندهم اللي هم بيجيبوا لنا ناس مثلا بيكونوا يو ان اللي هو بنقول عليه يونيفرسيتي فولنتير ده بيكون سمون يا اما في تالت سنه لو في الجامعه اند ابوف نزول لو 3 سنين في الجامعه زول فوق ال 18 سنه ده بنقول عليه يو ان يونيفرسيتي فولنتير. اللي هو مثلا بيجيبوا لنا الناس بتاعين الاقتصاد بندخلهم في الفولنتير اوبورتونيتيز بتاعت الايكونوميست الاوبورتونيتيز بتاعت
اي اناليست حاجات زي دي. في مثلا بيكونوا ناس الادمنستريشن بتدخلهم في opportunities بتاعت البروكيورمنت بتاعت الفاينانس بتاع حاجات زي دي. ففي عندك 3 categories اللي هي في اللي هي في university volunteer, في graduate volunteer, وفي expert volunteer. الاكسبرت volunteer ده عادي ممكن زول يكون الخبرة بتاعته أكتر من 10 سنين, وزول خبرته ما بين 10 ل 15 سنة, بس بنقول عليه expert volunteer. بيكون عنده وظيفة حتى الكومبنسيشن بتاعته أكبر, بس اللي هو بيكون شنو يعني volunteer. ما بالنسبة لنا في اليو ان ما بيكون زول جوا السيستم. اليونيفرسيتي volunteers مطلوبين كتير, وفي حاجة اسمها refugees volunteer. دي لو انت مثلا في سودانيين كتيرين في الوضع الحالي ده افتكر عندهم الريفيوجي او بيقولوا عليه الكارت الاصفر بتاع المفوضيه, ده برضو ممكن they are qualified for refugee volunteer opportunities. طيب في زول كان اتكلم عن شنو؟ طيب بشوف شنو في زول اتكلم عن انه ان احنا عندنا او خبرتنا اقل من 3 سنة, واغلب الوظائف خبرة 3 سنة. هو الوظيفة لو جونيور في العادة انت ممكن تقدم, يعني ماكسيموم لحد 3 سنة انت ممكن تقدم, وفي وظائف هم بيكتبوا لك عديد من زيرو لحد 3 سنة مثلا. فانت دايما قدم للانتري ليفل أو للوظائف الجونيور, وبالذات الوظائف اللي بيذكروا فيها إنه مثلا دايرين فريشرز. يعني في وظائف عديد بيكتبوا لك إنه عايزين فريشرز, لكن برضو ذاكرين 3 سنة ممكن تقدم فيها, ما في مشاكل, يعني تجرب حظك فيها. طيب تاني في سؤال, هل السي في أحسن يكون في جدول الكلام تحت بعض؟ هي الفكرة ما في إنه هو جدول ولا لأ, مش فاطمة؟ لا لو سمحت, لا الجداول الاي تي اس بيتعب عشان يقرا او ما بيعرف يقرا عديل. اوكي, في السي في تكون في بولت بوينتس ورا بعض مخطوطه تحت بعض, زي كانك انت بتكتب في 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 ارتكل مقال, او بتكتب في حاجه في الوورد العادي. طيب تاخد هيدر, او مش هيدر, هيدر اللي هو الاسم والكونتاكت انفورميشن, بعد ما تخش جوه على الباراجراف الرئيسي تاخد الاكسبيرينس في خط بولت بولد وخط برسي اكبر, بعد ذاك تمشي لتحت الاكسبيرينس يسمى شنو, او يعني مثلا الوظيفه الفلانيه في الشركه الفلانيه من تاريخ كده لتاريخ كده, دي تحطها برضو بولد بس يعني شنو خط اصغر. اذا مثلا خطيت الكبيره فوق خط 16 اكسبيرينس بخط 16, تحط دي تحت بخط 14, وتحت في السي في جوا تكتب بفضل من ما بين 10 ل 12, الخط بتاع السي في جوا البوليت بوينتس بتاعت الخبره, انك انت المهام الوظيفيه بتاعتك كانت شنو او الانجازات بتاعتك كانت شنو, دي تكون في خط ما بين 10 ل 12. تمام, تمام. طيب طيب كان في زول سائل هنا عن الكفر ليتر, إنه هل هي مهمة دايما في, يعني إنه يرفقها في كل الوظائف؟ طيب أنا يعني أنا شايفة إنه الكفر ليتر مهمة, يعني دايما هي, لأنها هي بتكمل السي في, بالذات إذا هم خاتين لك إنك تاخد كفر ليتر, فمعناه ده هم مهتمين يشوفوها, يشوفوا الكفر ليتر بتاعتك, فضروري تاخدها يعني. أو طيب في حالة ما طالبين cover letter, في حالة طالبين cover letter مهمة جدا جدا. في حالة ما طالبين cover letter تتعامل مع الإيميل, لما ترفع الوظيفة تتعامل مع الإيميل على أساس إنه الكفر letter بتاعك, تكتب في الإيميل بتاعك كل حاجة أنت كنت المفروض تكتبها في الكفر letter. أو في مثلا زي هتقدم عن طريق لينكدين أن الإيزي أبلاي, في دايما بيكون سبيس بتاعك إنك tell us more about yourself أو why you are qualified, بيكون في أسئلة زي دي following, فبس تقوم تكتب فيها الحتة بتاعت الكفر letter, أو تعمل هايلايت للإكسبرتيز بتاعك, أو تعمل هايلايت للخبرات بتاعتك, المقدرات بتاعتك والمؤهلات بتاعتك. تمام؟ طيب طيب كان في سؤال انه ال اهمية ال recommendations, او افتكر هو قصده ال references في ال CV, انه الريفرنس حاليا ما مطلوبة, ما ستاندرد. ما مطلوبة يعني. ايوه الريفرنس دايما بيطلبوها منك 200 بعد الانترفيو, لما تصل للمرحله بتاعت انك انت خلينا نقول انك انت مبدئيا اتقبلت,
الشركات دلوقتي في الاتيكيت او الاتيكيت بتاع الشغل حاليا، انك انت بيطلب منك الريفرنسز بعد الانترفيو، ده انت خلاص ده يكون عايز اتقبلت في الوظيفه مبدئيا، او يعني انك انت شورت ليستد اللي هو عدت من الانترفيو، بعدك بيتواصلوا مع الريفرنسز، بيطلبوا منك بيرسل لك ايميل يطلب ريفرنسز، انت بتدي الريفرنسز حقنا. طيب فيزر كان بيسأل إنه الموقع وين ممكن يلقى عليه التاسكات، هتلقاه زي ما قلنا لما نشير لكم السلايدز اسمه فورد، وفي غيره يعني انت لو اي لو كتبتوا جوب سيميليشن بلاتفورم او كده هتجيكم غير الموقع ده، كذا موقع ممكن تدخلوا عليهم وتعملوا جوب سيميليشن. طيب طيب انا هشارك في الواتساب حاليا، شاركت الماكنزي فورورد وشاركت الريفرال كود حقي، هشارك معاكم برضو فوراج، وهشارك معاكم الريفرال كود حقي في فوراج عشان يكون الموضوع بالنسبة لكم اسهل. اوكي انا برضو هشير لكم برضو الريفرنسز. طيب زول بيتكلم عن انه كان شغال بصوره متقطعه فتره 4 شهور، هل بيأثر على جوده السي في؟ في النهايه هو زول ممكن يخدها كتريننج بيريود مثلا او كده. يا ممكن فاطمه تتحط كإكسبيرينس بس بعدين يكون عندك توضيح لأنه الوظيفة دي لي 4 شهور بس. يعني بعدين في الانترفيو لما تتناقش معه انه شكل الظروف، لانه شكل الظروف بتاعت الحرب هو قال انه بسبب الحرب، فهم واضحة أيوة بس ومفهومة تشرح يعني. بأنك أنت بسبب الحرب أن الوظيفة كانت لمدة 4 شهور فقط. طيب هل يفضل انه ارسل ملفات الشهادات والخبرات مع السي في ولا بس السي في؟ على حسب هم طالبين شنو، اذا هم طالبين سي في ففي الاول بترسل السي في بس يعني. بالنسبة للشهادات وكده بتخليها ليتر يعني. طيب في أسئلة كتيرة عن التقديم بتاع التطوع بتاع اليو ان، بعدين بس عشان ضيق الزمن ممكن في الواتساب تشاركيه والتفاصيل يا فاطمة صح؟ ايوه هشير معاكم برضو في الواتساب الفي ام اس اللي هو الفولنتير مانجمنت سيستم، كيف تخشوا فيه وكيف تعملوا بروفايل. تمام طيب احنا هنختم عشان الزمن. تمام شكرا لكم شديد، ويعني نتمنى إنه البداية تكون حماسية يعني. وإن شاء الله يعني إحنا موعودين ب يعني خلينا نقول ورش هتكون ممتازة جدا الفترة الجاية، فعايزينكم تكونوا متحمسين ومتابعين كل الورش. إذا عندكم أي أسئلة تانية على الورشة أو عن الموضوع التقديم للوظائف السي فيز كل الحاجات دي، رسلوا على الواتساب وجروب ونحن هنرد عليكم يعني على طول. ونتمنى تكون دي يعني بداية ممتازة، وإن شاء الله ربنا يوفقكم كلكم ويعني يصلح على البلد، وإن شاء الله يعني تكون كل الخير. فاطمة كلمة خيرة لك. بتمنى لكم يا جماعة والله كل التوفيق، وربنا يقويكم ويعينكم في الفترة الجاية دي وفي الحياة أحسن ده، وزي ما قالت إحسان ما تكتئبوا ما تزعلوا هناي. أنا واحدة من الناس اللي كنت بتأثر شديد بسبب الريجكشن إيميلز وبسبب الرفض في الوظائف والحاجات زي دي، بس بعد شوية الواحد بقوى. وحابة أقول لكم إنه يعني أنت كل ما تخش انترفيو حتى لو اترفضت بتجد الحاجة دي خبرة، وفي حركة يعني مثلا احنا الناس الشغالين اللي هنا كم سنة برضه بنحب نعملها اللي هي شنو؟ حركة انك انت تقدم وتخش انترفيو حتى لو انت ما داير تغير شغلك، ليه؟ عشان تعرف روحك انك انت هل انت ستيل ريليفنت للجوب ماركت، او هل انت لسه عارف بالطريقة بتاعت الانترفيوز بقت عاملة كيف، او الطريقة بتاعت التقديم للشغل عاملة كيف، زي كأنه احنا كده بنعيد في لياقتنا. اوكي؟ عشان لو لا قدر الله حصلت لك ظروف زي الحاصل حاليا في البلد دي وانت احتجت انك انت تبدا من الاول وجديد وتفتش في شغل زي اللي حصل لنا احنا في خلال السنه اللي فاتت دي، فانت تكون حاسب روحك انك انت لسه يو ار فيت او ناي. فما يعني الناس ما توقف، ما تبطلوا تقديم، ما تبطلوا تفتشوا، اقرا 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 5 مرات، اقرا عن اي وظيفه انت دار تقدم لها، اقرا عن الوظيفه هي شنو شكلها شنو، اقرا عن الشركه، واقرا عن القطاع اللي انت ماشي تقدم فيه. بجد الحاجة دي بتفتح مخك شديد، بتخليك الحاجات دي بتبين، الحاجات البسيطة دي بتبين في الانترفيو، بتبين في طريقة كلام الزول، بتبين في طريقة كتابته للكفر ليتر. أوكي تمام، شكرا لك وشكرا
إن شاء الله يعني شنو دي تكون زي ما قلنا بداية حماسية إن شاء الله، ونلاقيكم بكرة هتبدأ السيشنات. حاولوا زي ما قلنا ندخل بدري قبل 5 دقايق، نحاول نكون قاعدين، حاولوا حافظوا على الحضور قدر الإمكان يعني 80% عشان يعني تستفيدوا، والمحاضرات كلها مسجلة. حتى لو زول فاتت محاضرة ممكن يرجع لها، لكن مهم إنك تكون حاضر في يعني لايف زي ما بقولوا، عشان لو عندك سؤال للمدرب أو كده تقدر تاخد إجابته على طول. وشكرا لكم، تصبحوا على خير.